عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج في أسبوع. قراءة في كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد أمام مجلس النواب لتقديم ميزانية 2018 والترفيع في سن التقاعد ومن وراء أزمة الصناديق الاجتماعية، محاور أساسية في حصة في أسبوع لهذه الليلة، إضافة إلى أزمة ارتفاع أسعار الحديد في فقرة أحوال البلاد وفقرتنا اللي تعودتوا بها أرقام الأسبوع والأخبار على الفيسبوك. سعيدة جدا وأن أضغف يكون الليلة السادة المنجي الحربي، أنا أتقر رسمي باسم نداء تونس، أهلا وسهلا بك. مرحبا. إلى جانبه سي عبد الكريم جراد الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالحمايه الاجتماعيه، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. ايضا يحضر معنا الليله سي غازي الشواشي امين عام التيار الديمقراطي وعضو مجلس النواب، اهلا وسهلا بك سي غازي. شكرا. ومحلل البرنامج وائل التكابري، اهلا وسهلا بك وائل. فقرة أحوال البلاد الليلة قلت باش نحكيو فيها على أزمة ارتفاع أسعار الحديد وفقدان المادة هذه الأساسية في البناء ومن وراءها المشاكل اللي تنجم تسببها سواء على مستوى تعطل المشاريع الكبرى أو حتى مشاكل بالنسبة لعمال البناء اللي يصبحوا بطالة ما يلقاوش المواد الأساسية لخدمتهم. شوفوا تقرير وناخذ تعليق ضيوفي زميلتنا دورة لبوز وفاتن بن سيب مالك ونرجع للبلاتو، تفضل. بعد موجة الترفيع المشط في ثمن حديد البناء واللي وصل ثمنه 25 دينار بالنسبة للبارة، أصدرت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا بيانا لضبط هامش الربح واللي حددته ب 100 دينار على الطن الواحد بالنسبة لتجار الجملة و 60 دينار على الطن الواحد بالنسبة لتجار التفصيل. وقامت الوزارة كذلك بنشر جدول ضبطت فيها أسعار بيع حديد البناء من المصانع كما نبهت كل مخالف لهذا القرار. ورغم ذلك ما زالت التشكيات من فقدان حديد البناء في السوق ومن الارتفاع المفاجئ للأسعار متواصلة. كنا ناخذ فيه بأسوام عادية، الأسوام كانت تتراوح بين 13500 حتى 15 دينار، وبعد عندنا فترة من شهرين وثلاثة شهور التالي وصلت البار حتى 16000 و17500 بزيادة ب 12%، وعندنا تو مقارب على 20 يوم تعطلنا تعطيلة كبيرة برشا. اللي البار حديد وصلت مارشي نوار 25 دينار. بالنسبه للحديد اللي نخدموا به بكثره في الفيلات خاطر خدم صغار، هذا عندك 12 و8 و10 نمدين 12 كان ب 18 تول ب 25000 8 في الاخر خذاه المقاول اللي خدم معاه خذاه على 12 دينار اللي هو كان ب 8 ولا 8 و5 يعني شعلت فيها سوا مول الحديد مفقود. كل شيء يوقف لنا، اذا كان جات عادي نخدموا عادي، احنا توا رانا الغاديكا توا وصلنا تروازيام ايتاج توا نخدموا، اللي توا نخدموا توا مازلنا في سوسول وما فماش حديد، لا يزي الغلاء ولا يزي ما فماش، يعني حتى الخدامه اللي تخدم بريسك بار كانزين، جماعه تخدم اليوم وغدوه ما يخدموش، الاخرين ما فماش خدمه على خاطر وقفت الناس كل وقفت. ويتسبب فقدان حديد البناء في السوق في تعطل نسق العمل بالنسبة للمقاولين وعمال البناء ومهندسي البناء. الخدامة تعطلت وما عادش عندنا خير وقت، يعني ما عادش نعطيو البروجي في الديلي نتاعو بحكم اللي الحديد مفقود، ما نلقاوش حديد في الشركات، نولي نتلازو باش نمشيو ناخذوا مارشي نوار. احنا في الشانتي هذايا توا بعضنا اليوم في تونس 2017 معناها قريب يوفا، والشانتي هذايا واقف اللي انت فيه توا، انت توا تصور فيه لهنا هو واقف. مولا الدار متقلق على خاطر دافع فلوس واخو قرض من البنكه والله اعلم بحاله كيفاش خذ هذاك القرض هذاك، المهندسين متقلقين، الخدامه لهنا ينجم يقعد قاعد السيد هذا يثني في الحديد توا، ينجم يمشي شت اكسبريس ويقعد في القهوه وما يخدمش اذا الحديد وقف. مثلا كما تراه في الصوره هذه اللي باش تبنيها لهنا، هذا الصوره هذا عنده مده وهو واقف ما تبنيش، علاش؟ على خاطر برا التحديد ب 8 ما فماش اليوم، مش برا تحديد مثلا ما فماش بو 8 عندها جمعه اليوم ما فماش. حبسنا يعني عندنا جمعتين ولا قداش حبسين؟ دالهم كفر جفرتو لا حديد ما فماش. نجوا يعني انسان باش ملك نهار يعني تسقط يعني منين تسقط؟ الناس تسقط من بعضها. الحديد اذا كان غلا ياثر على الخدامه، اصلا حتى البروموتور يكون يخدم على روحه يكون مواصل. فما ريتم نخدموا به
ينقص كل شيء، ما كل شيء يمشي في البحر. الحاجة اللي باش تخدمها في شهر تخدمها في عام. توا ولت عندنا دالة نورمالمون نخدموها في شهر، توا تتخدم في 3 أو 4 شهور باش توصل تخدم الخدمة هذه في جرة الحديد. الناس كلنا يقفوا، الخدام يقف، المقاول يقف، ما عادش عندنا حل باش نخدموا يعني. نتلزوا يعني باش نشيلوا مارشينوا، يا إما نشيلوا مارشينوا يا إما نتلزوا نرقدوا في ديارنا ونقعدوا على رواحنا حتى ترجع السوق العادي. أسباب عديدة تخلي مادة حديد البناء مفقودة في السوق، من بينها العطب الفني اللي جد بمصنع الفولاذ واللي تسبب في توقف الشركة عن العمل لمدة 2 شهر حسب ما أكدوا الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي. كذلك كثرة المضاربين في السوق من شأنها أن تكون سبب هام لنقص حديد البناء، وقد قامت وزارة الداخلية في هذا الصدد بحجز 60 طن من الحديد واللي بلغت قيمته 150,000 دينار. لازمنا نشوفوا حل المعمل الفولاذ تاع منزل بورقيبة اللي هو المنشأة وطنية بنات العرق نتاع أولادها، منشأة ماهيش قاعدة تعكس. وديجا النقابات تاع معمل الفولاذ تاع الحديد منزل بورقيبة تكلموا قداش من مره وقابلوا وزير التجاره والصناعه وتكلموا ومشاو وفهموهم، قالوا لهم راه المعمل هذايا باش يبرك باش يفلس، يجاو نحسنوه، يجاو نبدلوا الماكينات، يجاو نردوا المتطور التكنولوجيا الحديثه، يجي نسكروه مده صغيره شهر ونحسنوه، خاطر هو المعمل الوحيد اللي يصنع في الحديد في الجمهوريه. ويشار أن هذا الارتفاع المفاجئ لأسعار الحديد جاء بعد الترفيعين اللذان أقرتهما وزارة التجارة في أفريل وأوت 2017 واللذان بلغا 6.8%. نبدا معك سيلمونجي، احنا ساعات كنت عديو على هشانتي هكا في الطريق نقولوا شبيه التوا مكملش بيه خذا عام، فمن بين الاسباب معناها انه نقص في مواد البناء. والله شوف، هو فما مثل فرنساوي اللي يقول لك وقت اللي يمشي البني كل شيء يمشي معه. اذا كان تحرك تحركه المرمى كما نقولوا نحن بالتونسي ويتحرك البني في البلاد راه يتحرك معه الاقتصاد الكل، فيه الخدامه، فيه القطاع مشغل بالقدا، فيه معناها قطاع منتج، فيه برشا شركات معناها تستغل فيه. هذه أزمة من الأزمات نتاع قطاع البناء، أنه عندنا مصنع نتاع فولاد لكن ما يخدمش. علاش؟ على خاطر ملك الدولة، خاطر كان جاي ملك خواص راه يخدم. الأزمة لهنا الدولة داخلة في قطاعات تنافسية، قطاعات حيوية، أنا نشوفه أنه ما عندهاش حتى دخل في الموضوع هذا. كيما هي كيما الحديد كيما الدخان كيما، وين تلقى الدولة في قطاع راه تلقى فيه أزمة من الأزمات هذه. معمل الفولاذ هذايا معمل خاسر، كل عام الدولة تصب فيه عشرات المليارات باش تنجم تحركه، باش تنجم باش ينجم يدور، وباش ينجم على الأقل يضمن الحد الأدنى من الإنتاج. تونس عندها معمل تاع فولاذ وتبنت به تونس كلها، واليوم تستورد في الحديد. اليوم تستورد فيه بالعملة الصعبة. وهذا مش معقول. أي معناه أنت ترى ضروري لازمنا نخوصوا المعمل هذايا ولا؟ أنا مانيش نحكي على الخوصة، أما بقدر ما أنه هالمؤسسات هذه اللي رأس مالها في الدولة، اللي رأس مالها تابعة الدولة ومؤسسات عمومية، ضروري أنه ننظروا لها بعين واعية وننظروا لها بعين رشيدة نصلحوا الوضع هذا، لابد أنه نصلحه. الأزمة الأخرى أنه عندنا قانون، عندنا قانون في تعمل في الدستور أنه هل المسألة نتاع استغلال الخردة اللي موجودة عندنا في البلاد هو يعتبروه أنه هو ثروة من ثروات الطبيعية، لابد أنه يمر على مجلس النواب، ولابد وأنه تكون فيه قسط محدد، وقسط معناها قليل والقليل قليل جدا. هذا ما خلاش وأنه القطاع أنه يتحرك زادة، وهذا كان من المقبلات احنا صدقنا في 2016 على جزء من استغلال الخردة، بالرغم أنه الصنايعية نتاع الخردة يقولوا راهو القطاع هذا راهو موجود عندنا وراهو عندنا برشا معناها كميات مهولة، ورانا قادرين حتى نصدروه لبرا وقادرين أننا ننتجوه لداخل. احنا عندنا مصنع حابس وعندنا خردة كبيرة برشا وعندنا أزمة في المقابلة نتاع حديد، وهذا ما هوش معقول. ضروري أنه نمشوا نصلحوا وإعادة هيكلة هالمصنع هذايا وننظروا له بعين رشيدة. علاش ما يدخلش في القطاع الشراكة ما بين القطاع العام والخاص؟ علاش يبقى الدولة تحتكر في قطاع من القطاعات الحيوية اللي قادرة؟ وأن شوفوا الأزمة نتاع السيمان اللي كانت، كيفاش كانت الأزمة هذيك وقت اللي تحرر القطاع وخرجت واضح ولت عنا طفرة في السيمان. واضح. سي عبد الكريم، شكرا على الاستضافة. بالنسبة لموضوع الحديد، هو
كما كان يحكي السيد نائب هو مربوط بمعمل الفولاذ، لان يعني معمل الفولاذ كان يزود في السوق التونسيه تقريبا بحاجياتها حاجيات ناقصه شويه اللي يتم توريدها. السنوات الاخيره شنو اللي كان صاير؟ صار ان التوريد العشوائي والتوريد الغير منظم اللي يدخل عن طريق الكونترا اللي خلى طيح الاسوام وكثر في الانتاج. الشيء اللي استغلته بعض الناس بخصوص الخرده، الخرده احنا كاتحاد عملنا ملف كامل اعطيناه لوزاره التجاره، قلنا يلزم الخرده ما تخرج وما توقع تصديرها الا ما ياخذ المصنع هذا اكتفاء نتاعو الذاتي. المصنع يمشي تو في طاقه انتاج ما يصيرش حتى نصف طاقه انتاج نتاعو، اذا كان المصنع يولي يخدم في طاقه انتاج نتاعو كامله رانا قادرين باش نوفروا للسوق التونسيه ونتحكموا في الاسعار. المؤسسات الوطنيه راهي مجعوله باش تساند مجهود الدوله وباش تعدل الاسعار. إذا كان كل مؤسسات باش نعطيوها للقطاع الخاص، تو كان يحكي على قطاع السيمان، شوف تورنات السيمان قبل ما يتخصص المؤسسات، وشوف سعرها تو بعد ما تخصص المؤسسات. وعلاش السيمان جا لتونس؟ راه ما جاش محبة فينا احنا. لأن الدول الأوروبية كلها منعت إحداث مصانع سيمان على أرضها باعتبارها مصانع ملوثة. جات خذتها جات عملتها في تونس. جات شريت صناعة المعامل نتاعنا نتاع السيمان في تونس وقعد. دونك ما نفرحوش ياسر ما نقولوش انه هذا مكسب كبير وقت فوتنا في مصانع السيمان. اكثر من ذلك هذه فما راهو ما نقولوش السيمان مقطوع الحديد مقطوع، راهو الحديد كما العاده في الاحتكار. شوفوا المستثمرين الكبار والشوانط الكبار يمشي للاك تلقاش مصنع واقف، تلقاش بروجي واقف للاك على خاطر الحديد. المشاريع الكبرى مش نتاع الدوله نتاع القطاع الخاص هي اللي ما توقفش فيها الحديد. يشروا فيه بالغالي، يشروا فيه بالغالي ويحتكروا ويخرجوا بيعه للسوق السوداء. وبالتالي الحاجه الاولى كما قال الاخ نايب ضروري ان نصلح وضعنا في الفولاذ. وضعنا في الفولاذ راهو اللي عقدوا زاد اكثر هي شودير في وقت ما قضى اللي عقدوا حتى اجراءاتنا نتاع الصفقات مؤسساتنا العموميه. ونقول انا نقول قبل ما نقول نفوتوا مؤسساتنا العموميه ونقول نسهلوا لها اجراءات. تعرف مؤسسه عموميه وقت تحلها شودير مثلا كما هذه حب لها نجم نقول لك تنجم تقعد حتى 3 سنين بالاجراءات نتاع كايت شارج وتعدى اللجنه العليا للمصادقه على كره الشروط وبعد تعدى اللجنه العليا للصفقات وبعد مناقصه دوليه هذاك الكل هذاك لازم نخدموا عليه. الاجراءات الاداريه معناها هي يعني اللي تعرقل وتعطل التعقيدات. قانون الصفقات راهو قاتل للمؤسسات العموميه، قاتل قانون الصفقات الوطنيه قاتل. انا نترأس لجنه من لجان الصفقات بعض المؤسسات العموميه قاتل يكبلك ما يخليكش. وكذلك ما يلزمش هذه زاده تكون فرصه باش نحلوا باب التهريب نتاع الحديد. يلزم الاجراءات اللي قامت بها الدوله في وقت من الاوقات وراقبت شويه الحدود، خاطر مش معقول يدخل كاميون سيميرمارك وقت نقول الحديد يدخل راهو الحديد بار طوله 12 متر ما ينجم يجي كان على سيميرمارك. كيفاش يدخل من دوله مجاوره الى تونس بالاف الاطنان؟ نعم. وكسر السوق في وقت من الاوقات. واضح سي غازي. بالفعل هو في نفس الاتجاه، هذه شركة عمومية ذات صبغة معناها صناعية، هي وحدها اليوم عندها مونوبول معناها في صناعة الحديد وتوزيع الحديد، مثل المؤسسات العمومية اللي تشكو فما سوء تصرف، فما سوء إدارة، فما سوء تسيير، وبالتالي وصعوبات على مستوى تطبيق القانون نتاع الصفقات العمومية وهكذا، اللي تخلي الشركة بالرغم أنها وحدها اليوم في السوق، ولكن تعاني من خسائر، وكل عام الدولة زادت تضخ فيها المليارات باش تحافظ على وزارة المالية. اليوم أنا في اعتقادي حان الوقت ما تصلش لطاقة الإنتاج القصوى نتاعها ما تنجمش تطلع ربحها بالضبط، تلقى مصاريفها تتجاوز معناها مداخيلها وهامش الربح نتاعها. اليوم في حاجة لمعالجة معناها حوكمة هذه المؤسسات العمومية، مش هذه الفولاذ فقط ولكن جميع المؤسسات العمومية. زاد في حاجة وقت تبدا في قطاعات مش استراتيجية نفتحوا الباب للخواص، زاد مش نخصخصوا هذا ولكن المنافسة أنه الخاص زاد يعمل معامل نتاع فولاذ ويدعم معناه الحاجه نتاع السوق الداخلي. اليوم الى جانب قلنا انه هو مؤسسه واحده والى جانب مشكله في مشكله الحوكمه زاد فما مشكله الاحتكار موجوده اليوم، الاحتكار والمضاربين في كل المواد مش في الحديد فقط. هو اليوم انا اعتقد ان قطاع البناء اليوم كان مره يشكو من قله معناه وندره في السيمان ومره معناه في الحديد ومره حتى في اليد العامله عندنا مشكله حتى في اليد العامله، راهو هذا باش يعطل الدنيا بصفه عامه وبالتالي هذا راهو عنصر ويرجع للمواطن. كان مشروع عامر والمواطن هو اللي يتعطل كالبني مسكين وما لقاش خدمه مش مشاريع خاصه باش داروا تكمل بعد عام ولا عامين صح.
ياخذها بعد اربع سنين وهو قاعد يخلص في الكراي معناها وقاعد ينحيوا له في فلوس القرض معناها هذا كله اشكال. الى جانب يعني المشاريع الخاصه فما مشاريع عموميه فما طرقات وفما جسور وفما بنايات معناها عموميه قاعده تنجم تعطل وكل تعطيل يوميا هو في خساره للمال العمومي هذا راهو فيه اهدار للمال العمومي وبالتالي هذا شيء يلزمنا نراجعوه برمته وما عادش نخليه مثل هاته الحالات تقع. لكن نعم. تسمح ملحوظه في الاتجاه في اخر كلمه قالها السيد على اليد العامله راهو اليد العامله في قطاع البناء ولينا نستورده في اليد العامله بالضبط لكن هذا وهذايا مخالف القانون في مجال الشغل التونسي عندنا باب كامل اسمه تشغيل اليد العامله الاجنبيه تفرض تمنع ان تشغيل اليد العامله الاجنبيه في اختصاصات موجوده في السوق التونسي والحديث اللي يدور عند عامه الناس ما تحبش تخدم في المرامات لا الناس تحب تخدم وقتاش تخدم في المرامات وقت يخدم ويلقى انه عارفه صرح له الديكلاراسيون نتاعو للسي ان اس اس عملها له في وقته وقتها راهو ما يخدم عند كل مقاول يخدم عنده 10 ايام ويخدم حتى 10 15 سنه يلقى عنده حتى شيء في الصندوق وقتها يولي يعزف على العمل في قطاع البناء. نعم وكذلك لو لازم نضيف على كلامك عبد الكريم يوفروا لهم الحد الادنى من الحمايه والسلامه في المهن نتاعهم شفنا العمال في القطاع نتاع البناء العامل لابس كاس الشغل القاتله بالضبط 63 حاله سنويا وهذا مخطر جدا لكن الادهى والامر انه اليوم يعني المستوى نتاع المساكن الجاهزه اللي تم بنائها تراجع ب 7000 مسكن سنويا، الباحثين العقاريين كانوا يبنيوا 16000 مسكن سنويا اليوم يبنيوا في 9000، يعني انه فما تراجع كبير لكن ما فماش الحديد، يعني هذه مضحكه شويه العمليه، في نفس الوقت الدوله ما تنجمش تقعد محتكره لبعض القطاعات الحيويه. قطاعات اليوم يعني الناس الكل تعمل عليها كان الخاص كان العام ولا كان حتى يعني المواطن العادي اليوم لازم الدولة تراجع كذلك منظومتها لخاطر باش تعاود تصلح معمل الفولاذ هذا يطلب مئات ملايين الدينارات هل اليوم قادر الدولة باش تمول هالإصلاحات هذه الكبرى وإعادة تجهيز معمل الفولاذ ما نظنوش لكن نظنوا انه بتحرير القطاع نحروا هكا السوق ونخليوا الناس تكون عندها نفاذ سهل وبسيط وغير مكلف للحديد اللي هي ماده اساسيه وعاديه اليوم. نعم. مش بالحجم هذا الموارد المطلوبه لاصلاح الفولاذ مش بالحجم صحيح بعض المليارات اما مش بالمئات مليار. ملاحظه سريعه سي المنشف ملاحظه سريعه. يبقى انه لو معمل الفولاذ هو مكسب وطني لابد من اعاده النظر في الهيكله نتاعو على اعتبار وانه هو يخلق التوازن. الدولة موجودة فيه ضروري وأن الدولة تعاود تراجع كيفاش موجودة فيه فما منظومة خلقناها منظومة قانونية اسمها الشراكة ما بين القطاع العام والخاص نجم تكون هذيك السبيل الأمثل حتى أن نصلحوا هالمؤسسات العمومية هذه كلها وهذا يدعينا له احنا في حركه نداء تونس على اعتبار فتح حوار اقتصادي واجتماعي من اجل التشاور في المسائل هذه خاصه والخواص جاهزين باش يمولوا المشاريع هذه جاهزين ويحبوا يطلبوا راس المال الفيسبوكيين من سياسيين اعلاميين نشطاء حقوقيين كيفاش يتفاعلوا مع احداث الاسبوع نشوف فقره هذه مع زميلنا نزار زغدودي قبل ما نستقبلوا باش يقدم لنا ارقام الاسبوع تفضل كالعادة برشا أحداث تفعل معها رواد فضاء التواصل الاجتماعي فيسبوك من سياسيين وحقوقيين وعالميين وكل واحد يتفعل بطريقته الخاصة البداية بالتحويل الوزاري الجزء الأخير واللي تم بمقتضاه تسمية عماد الحمامي وزير للصحة بعد ما كان وزير للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وقبلها وزير للتكوين المهني والتشغيل الصحفية نعيمة خليسة كتبت عماد الحمامي وزير للصحة خلفا للمرحوم سليم شاكر ما شاء الله عليه مناسب لكل الخطط مازالت له رئاسة الحكومة إسعاد مبروك دونت من جهتها مبروك علينا ويحيى التوافق تفاعل نشطاء الفيسبوك كان أيضا مع نتائج صبر الآراء لشركات مختلفة حول نوايا التصويت في الاستحقاقات الانتخابية القادمة واللي بينت ارتفاع نسب العزوف عنها الصحفي غسان القصيبي دون صبر الآراء لهذا الشهر تأكيد جديد على حجم الأزمة السياسية اللي تعيشها تونس نتيجة صراع المواقع وغياب للبرامج والتنفيذ الوعود الانتخابية الشعب فد من السياسة نسبة عزوف كبيرة وغياب للرؤية الواضحة من جهته كتب الإعلامي محمد بعود نشرت زوج جرايد نتائج صبر الآراء الغريبة تلقاهم نفس النتائج سواء للشخصيات وإلا للأحزاب ونوايا التصويت أما في الجريدة هذه تلقى الشاهد الأول والباجي الثاني والمرزوقي الثالث وفي الجريدة الأخرى تلقى الباجي الأول والمرزوقي الثاني والشاهد الثالث في جريدة تلقى النهضة والنداء في تدني وفي الجريدة الأخرى تلقى النهضة والنداء يتصدران نوايا التصويت
سيدي خويا نبطلوا خدمتنا احنا ونقعدوا نتكزوا شكون الصحيح وشكون الغلط. المعطيات اللي قدمها رئيس منظمة الأمن والمواطن عصام الدردوري في جلسة استماع له أمام لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر خلقت بدورها جدل في فضاء فيسبوك، وين كتب النائب السابق بالمجلس تأسيسي هشام حسني بعد جلسة الاستماع لعصام الدردوري على النيابة العمومية التحرك والإذن بفتح تحقيق. من جهته دون الباحث سامي إبراهيم كل هذا الشو القائم على الإثارة والتوظيف السياسوي لملف الإرهاب والتسفير جهد عبثي متهافت لن يسهم إلا في تضليل الرأي العام والتشويش على فهم الظاهرة وتعطيل مقاومته وبتحريفها عن وجهتها الحقيقية. بيان وزراء الخارجية العرب بالرفض للتدخل الإيراني في المنطقة واللي اعتبر حزب الله اللبناني منظمة إرهابية علق عليه البعض منوهين بموقف تونس، وين كتب الإعلامي هشام حاجي تحفظ تونس على بيان وزراء الخارجية العرب موقف إيجابي يحسب لفائدة الدبلوماسية التونسية. الدبلوماسي السابق سمير عبدالله دون من جهته مدرسة بورقيبة الدبلوماسية بينت الأحداث صحتها، كان دائما على مسافة من العرب وخاصة عرب الخليج ولم يكن ينتظر منهم شيئا، وفي نفس الوقت كان أكبر مناصر لفلسطين وللقضايا القومية والعربية. الموضوع الآخر اللي حرك نشتاء عملاق مواقع التواصل الاجتماعي هو الأنباء الواردة من ليبيا عن تجارة بيع المهاجرين الأفارقة. الباحث والجامعي عمير علي الصغير دون سوق العبيد في طرابلس خزي آخر للعرب والمسلمين. نخت مبتدوينة المسرح نعمان حمدة اللي كتب كيف نلقى حملة ضد الرق وإحنا في 2017 مخي يعكش وتسائل وين ماشي العالم. وينضم لنا زميلنا نزار زغدودي اللي باش يقدم لنا مجموعه من الارقام. نستناو تفاعل الحضور مع الارقام هذه. فقط نشكر زميلتنا حنان دريدي اللي قامت بالجرف. تفضل نزار تملك. شكرا زينه، مرحبا بضيوفك، مرحبا بالساده المشاهدين. في فقره ارقام الاسبوع اليوم اخترنا خمسه ارقام تهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في البلاد. الرقم الاول هو 4139. 4139 هو عدد المؤسسات الصناعية اللي تم غلقها طيلة العشر سنوات الأخيرة بين 2005 و2016. الرقم هذا أخذناه من دراسة تقييمية لوكالة النهوض بالصناعة تتعلق بنشاط المؤسسة في تونس وأفاق تطويرها. بالنسبة للقطاعات المعنية فما 59% من المؤسسات اللي تم غلقها هي من قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية. وبالنسبة للقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية اللي يجي في المرتبة الثانية بنسبة 13%، وهذا انجر عنه فقدان قرابة 250 ألف موطن شغل. الرقم الثاني وهو في نفس الإطار وديما من نفس الدراسة التقييمية لوكالة النهوض بالصناعة اللي تتعلق بنشاط المؤسسة في تونس وأفاق تطويرها هو 7548. 7548 هو عدد المشاريع الاستثمارية المعطلة ديما من 2005 ل 2016 وأغلبها يتركز بالشمال الغربي والجنوب الشرقي. الرقم الآخر 1400 مليون دينار. 1400 مليون دينار هو خسائر قطاع الفوسفات. هذا الرقم كان قدمه وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة سي خالد يدور. 350 مليون دينار هي خسائر فوسفات قفصة و1050 مليون دينار خسائر المجمع الكيميائي التونسي، وهنا إشارة إلى أنه نسبة إنتاج الفوسفات ارتفعت يعني إلى موفى أكتوبر مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة 35%. الرقم الآخر 1800. 1800 هو عدد الحركات الاحتجاجية المسجلة في شهر أكتوبر 2017 هذا حسب المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهو رقم كبير برشا مقارنة يعني لأنه في باقي الأشهر السنة تقريبا معدل الاحتجاجات هو 200 احتجاج ونجد في أكتوبر فقط 1800 احتجاج. الرقم الأخير 255 مليون دينار هو الرقم هو المبلغ اللي تم تخصيصه في ميزانية الدولة للمغادرة الاختيارية في الوظيفة العمومية. هذه كل الأرقام اللي عدنا زينة، وطبعا التفاعل لصدقكم. والله أنا الرقم اللي معناها بالحق يفجع هو هجرة رأس المال الوطني وهجرة المؤسسات الاقتصادية الفاعلة في البلاد واللي مشغلة واللي نعولوا عليها في التنمية. هذا معناها الرقم مفزع. تحكي على 4139 مؤسسة اللي أغلقت. أكثر من 4000 مؤسسة
أغلقت، والمشكل مش أغلقت لأن عندها صعوبات، إنما هاجرت وخرجت من البلاد ومشت انتصبت في دول معناها مجاورة ودول شقيقة. هذا رقم مفزع، رقم خطير جدا، هذا معناها يبين عمق الأزمة الاقتصادية اللي تخبط فيها تونس منذ سنوات من قبل الثورة، مش حتى من الثورة. هذا معناها رقم معناها مخيف. لهنا ضروري وأنه معناها ننتبه الناس كل، حكومة، معارضة، أحزاب سياسية، مجتمع مدني، منظمات، ضروري أنه ننتبه، رانا في أزمة خانقة، وهذا يتطلب تكاتف الجميع ويتطلب وحدة وطنية حقيقية. والوحدة الوطنية من أجل هالشعب التونسي ومن أجل هالبلاد هذية لابد أنه ننقذوها. هذا هو المسألة، راي مش هينة بالقدر اللي معناها نخليهاش معناها. واضح. سي عبد الكريم، أنا مش ناخذ الرقم الثالث هو خسارة القطاع الفوسفات 1400 مليار، رغم أنه زيادة في إنتاج الفوسفات واستخراج الفوسفات زاد 35% مقارنة. لهنا ضروري أن نوضح الأمور، أن مشكلتنا في تونس ما هيش في استخراج الفوسفات. استخراج الفوسفات راهو عندنا ما يكفي ما يخدم مؤسسات المجمع الكيميائي التونسي أكثر من عام، لكن المشكلة في إيصال الفوسفات من المناجم ومن المغاسل في الحوض المنجمي الى المصانع. لانه باش يعرف الجميع خاصه الشهداء المشاهدين انه الفوسفات في تونس اللي نستخرجوه فما 95% على الاقل يوقع تحويله الى اسمده عن طريق مصانع المجمع الكيميائي التونسي. وكلا شوفوا الرقم انه الخساره نتاع المجمع الكيميائي التونسي اكثر برشا من شركه صفات قصة، باعتبار انه ال 85-30% التطور هذا ما حصلتش في المجمع الكيميائي لانه الفوسفات ما وصلهاش. المجمع الكيميائي التونسي اللي في 2010 اعطاه 400 مليار ما ربح صافي في ميزانيه الدوله، ما ربح صافي. في 2011 هبط لل 100 واش، في 2012 بدا يدخل في الخساره لانه طاقه الانتاج بتاعه في 2012 وصلت 20% من طاقه الانتاج. 2013 حسن شويه تو يمشي في ال 40% في اقصى حالات. 40% هذه فيها خساره للدوله وفيها خساره حتى للمعدات، معدات راهي الفنيه كي ما تخدمش تضر اكثر، وهذا صار في عديد المصانع ولات التوقيفات. وبالتالي هذا مسؤوليه الدوله هنا. علاش؟ لانه عملوا قانون مبادر من رئيس الدوله وعمل جمع عبى قصر المؤتمرات ونادى الناس الكل الثروات الوطنيه يلزم حمايتها، وبعد خرجوا يذول قانون اصل لحمايه الثروات الوطنيه. لكن على مستوى ارض الواقع مازال ثرواتنا الوطنيه البترول واقف، الفوسفات يمشي يخرج من المناجم صحيح لكن مش قاعد يوصل، فما مناطق تعتبر مناطق محرره في الحوض المنجمي تو ما نجموش نخرجوا منها طنات فوسفات، وعندها زوز ملايين طن، فما اكثر من زوز ملايين طن فوسفات موجودين في قفصه وما يقعش يصالوا من المصانع. رئيس الجمهوريه لا قلت الدوله، انا قلت الدوله، لا قلت المبادره عملها رئيس الجمهوريه. زاد ينجم خدام واحد يحبس لك ما عمل لا شوف حبس لك، لهنا قلنا مسؤوليه الدوله انها تشوف حلول باش توصل الفوسفات الى المصانع. واضح. وانا ديما نقول راي الارقام هذه في حد ذاتها مشاريع لمواضيع كبيره. سيغاسي، وتعرف انه بعد الثوره تعودنا الاحتجاجات والاعتصامات والضربات في كل القطاعات، وصلنا حققنا ارقام قياسيه، ولكن اليوم في ظل حكومه تسمي راحة حكومه وحده وطنيه وانها حامله لمشروع لانقاذ البلاد وانها معناها تشارك فيها وتدعمها جميع عديد المنظمات الوطنيه، ونعملوا 1800 حركه احتجاجيه أو اعتصام أو اضراب خلال شهر أكتوبر فقط 2017، هذا يلزمنا نطرحوا سؤال، شنو اللي خلى هالحركة هذه تمشي في الحجم هذا اللي هو كبير جدا 1800 في شهر بركة؟ هذا يبين أنه هالحكومة هذه مش قاعدة تنجز في حتى شيء على مستوى الواقع، أنها مش قاعدة تلامس في مشاكل المواطن التونسي الاجتماعية بعلاقة بالمقدرة الشرائية نتاعه، بعلاقة معناها بالأسعار، بأوضاعه الاجتماعية السكنية من حيث التشغيل، البطالة، التهميش، البطية التهريبية، هذا هو اللي يخلي يرتفع حجم الاحتجاجات، وهذا يلزم معناه الحكومة هذه تنكب عليه وتتحمل مسؤوليتها، لأنه هذا معناه كما نقوله سينيال داليرت يقول لك راو فما إشكال هنا، راو أنت على المستوى الاجتماعي الناس راي مش راضية والناس راي تحتج والناس مش قابلة وهي تطلب التغيير، والتغيير الحقيقي اللي يعطي أمل ويغير أوضاع المواطنين. نعم.
قبل كل شيء نحب نضيف كلمه على كلام سي عبد الكريم، انه اليوم المشكل مش في الانتاج حقيقه، لانه فما ستوكاج موجود، الاشكال في التحويل، وهوني فما القيمه المضافه والقيمه الاضافيه الحقيقيه في عمليه التحويل في الجروب شيميك اكثر منه. اليوم نلاحظوا انه التحويل انقص تراجع من هذه من جهه، والتصدير كذلك. الاخطر ممكن في العمليه هو فقدان الاسواق التقليديه، نحكيوا على السوق الهنديه والسوق البرازيليه اللي في الاثناء الاخوه المغاربه قاعدين يكسبوا فيهم، وهوني لو فقدناهم صعب وصعب جدا انه نسترجعوهم، وحتى السوق الاوروبيه مش كافيه باش تستوعب الكميات اللي ننتجوا فيها. وهوني فما كذلك مستثمرين اجانب كيما الاتراك اليوم يحبوا يستثمروا في قطاع الفوسفات. والخبر الباهي خلي ميزالش نختم به في الموضوع هو اكيد المناجم الجديده اللي باش تنفتحها كيما في المكناسي، كيما في توزر ونفطه، وكيما في سراورتين في الكاف. لو تسمعوا هوني نحب نتوقف زينه على رقم 255 مليون دينار، وهي كلفة برنامج التصريح الإرادي للموظفين في القطاع العام. نقطة إيجابية نشوفوا قداش المصاريف صحيح، لكن هذا نشوفوا قداش باش يربحنا هذا، واكيد باش يربحنا اضعافه لو صبرنا ولو مشينا. اكثر من 6000 ملف تم تسجيله وتم وضعه لدى المصالح المختصه في الموضوع هذا. 255 مليون دينار اليوم ظهر لي سيتون ديبونس، يقولوا الفرنسيس يقول لك هذا سيتون ديبونس كي رون ريش، هذا ممكن تربحنا اليوم في برشا وقت وفي برشا يد عامله نستحقها في المستقبل. هذا الرقم هذا ممكن بعد باش نحكيوا في نفس اللي قاله بالنسبه لقال الامكانيه انه نخسر اسواقنا التقليديه. أنا نقول أسواقنا التقليدية إذا كان نرجع لوتيرة إنتاجها ما نخسروهاش، لأن جودة النوعية جودة الأسمدة اللي تعملها التونسية راهم قادرين باش نزاحموا المغرب أكثر من في التي اس بي برودوي كنا تقريبا الأولانيين في العالم. لكن أتمنى وصول البضاعة هذا قبل كل شيء. إمكانية خسارتها وإمكانية استرجاعها سهلة، إذا نرجع لوتيرة الإنتاج بتاعنا العادية نرجع لأسواقنا. مش ب 5000 عامل سي عبد الكريم اللي مش قاعدين ينجوا اليوم. شوف لا اليوم 11000 يعملوا في المناجم، يعملوا في الفوسفات، ومنهم 5000 حسب كل المسؤولين على القطاع ماهمش قاعدين ينجوا. ما نظنش بالطريقة هذه نسترجعوا أسواقنا. وقت المسؤول يقول عندي 5000 عامل مش قاعد ينتج، مسؤوليته هو كمسؤول. هو مسؤوليته باش يراقب العامل اللي ما عندوش منتج. وراه اكثر من هكا، راه كلفه الاجور في المجمع الكيميائي في السي بي جي مقارنه برقم المعاملات ما تظهر ما تفوتش 4-5%. راه المشكله اذا كانت ننتج راه كلفه الاجور. يظهر لي نزار باش نلغيو الزوز مواضيع ونقعدوا نحكيوا في الموضوع هذا بسرعه. في علاقه بقطاع الفوسفات احنا عندنا في الكيف عندنا مشروع معناها واعد سراورتين، لو انه ينطلق المشروع هذا اللي عليه طلب دولي كبير، طلب دولي كبير، وانا نعرف شنو نقول معناها فما برشا دول اليوم طالبه المشروع. لو انه ينطلق هالمشروع هذا باش يغير وجهه هاك المنطقه هذيك كلها، وباش يغير حتى الوجه حتى الملامح الاقتصاديه تاع الدوله تتغير. نعم ان شاء الله. توقعت انكم تحكيوا على 7548 عدد المشاريع الاستثماريه المعطله، ان شاء الله تحكيوا عليها في مناسبه قادمه. شكرا لك نزار الزغدودي، باش نشوفوا تقرير حول كلمه يوسف الشاهد امام البرلمان على خلال تقديمه ميزانيه 2018، وهو موضوع الجزء الاول من برنامجنا. تفضل. تسعى حكومة يوسف الشاهد من خلال مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2018 لخفض عجز الميزانية من 6% متوقع هذا العام ل 4.9% السنة المقبلة، وبلوغ نسبة نمو ب 3% في 2018 مقابل 2.3 منتظرة الكامل السنة الحالية. هذه كانت أولى الرسائل اللي وجهها رئيس الحكومة في افتتاح جلسة انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة بمجلس نواب الشعب. هناك ضرورة مهمة في التحكم في نسبة العجز. نفس الشيء بالنسبة للمديونية. التحكم في عجز الميزانية لسنة 2018 من شأنه أنه يسمح لنا باش نوصلوا إلى هدف مديونية ما تجاوزش 70% في أفق 2020. وإذا ما خديناش الإجراءات الموجودة في قانون المالية وما قلصناش من العجز نتاعها، فإنه تمويل الميزانية كان باش يحتاج منا اللجوء إلى الاقتراض من جديد بنسب غير مقبولة، وكان ممكن أنه في 2018 نحتاج إلى ما يقارب 13 مليار دينار اقتراض، وهذا أمر غير مقبول والاقتصاد نتاعنا ماهوش قادر باش يتحمله. الهدف من مشروع قانون المالية لسنة 2018 هو الوصول إلى قانون إلى نسبة نمو في حدود 3% للسنة القادمة، مع هدف الارتفاع بها إلى 4% في 2019 و5% في 2020. الشاهد في بيانه وجه رسائل أخرى سواء للأطراف السياسية أو الاجتماعية وخاصة للقطاعات المهنية
قصد دعم التوجه الإصلاحي، وأكد أن حكومته ماضية في الإصلاحات اللي بدأت فيها منذ بداية عملها في إطار تشارك توافقي، وأشار إلى أنه أي لوبيات ضيق على حد تعبيره باش تسعى لإفشال المسار الإصلاحي سيتم الكشف عنها والتصدي لها. ومناش باش نتراجع على الإصلاحات، باش نواصلوا في الحوار مع الناس كل، وباش نبحثوا على التوافقات مع كل الأطراف، ولكن في آخر المطاف قراراتنا ناخذوها فقط على ضوء المصلحة الوطنية. ومناش باش نعتمدوا سياسة إرضاء الناس كل على خاطر اللي حاب يرضي الناس كل ما يعمل حتى شيء في الاخر. احنا باش نرضيو ضميرنا، باش نحطوا مصلحة تونس نصب عيوننا، وباش نواصلوا في الإصلاحات. وكل الهجومات ما هيش باش تأثر فينا طالما حسنا الوطني هو الذي يقود عملية الإصلاح. واللي ما هوش موافق على الإصلاحات بيننا وبين الرأي العام والتوانسة، ومناش باش نتوناو ولا لحظة على كشف أي لوبيات ضيقة تسعى لإفشال المسار الإصلاحي. هذا وجدد الشاهد التزام حكومته بالأولويات اللي نصت عليها وثيقة قرطاج، وشدد في الإطار هذا على مواصلة الحرب على الفساد اللي اعتبرها سياسة الدولة الحماية الديمقراطية، وشدد على ضرورة التصدي للمحتكرين والمضربين اللي يتلاعبوا بقوت التوانسة والاقتصاد الوطني على حد قوله. حربنا تستهدف الفاسدين، كل الفاسدين، وكل من يستهدف ويحب يستضعف الدولة ويحب يستضعف التوانسة. الحرب على الفساد هي سياسة لحماية الديمقراطية الناشئة التونسية من هذه الآفة، ونحن لم ولن نسمح بتوظيفها سياسيا، بل سنعمل على أنها ستواصل في نفس المنهج. وكما ضربنا بقوة على أيادي الفاسدين، فإننا سنضرب أيضا بصرامة على أيادي المحتكرين. وأعلن يوسف الشاهد عن برنامج الإنعاش الاقتصاد الوطني يقوم بالأساس على دفع الاستثمار ودعم التصدير والضغط على الواردات وتعزيز التنمية في الجهات. إذن نبدأ معك سي المونجي. برشا ناس حكيوا على أنه كلمة يوسف الشاهد ما كانتش تقديم الميزانية 2018 بقدر ما كانت رسائل موجهة للطبقة السياسية في تونس. ولا هو بيان حكومي في علاقة بقانون مالية، في علاقة بقانون مالية صعيب، في ظرف صعيب، وفي معناها وضعية معناها استثنائية في تونس. البيان هذاك هو معناها يلزم فيه رسائل، الرسائل اللي يلزمها تكون للعموم، تكون للمتبقة السياسية، تكون للمجتمع المدني، تكون للمنظمات، تكون للشعب التونسي. رسائل في الغالب أنها تنم على أنه الحكومة واعية بالشيء اللي موجود في البلاد، واعية وأنه رو فما تحديات كبرى، رو فما معناها المهم هو أنه العودة إلى وثيقة كارتاج والتحرك داخل المربع تاع وثيقة كارتاج اللي فيه معناها التوصيات العامة في علاقة بالإصلاحات الضرورية، والضروري أنه منواصل فيها في علاقة بالإصلاح الدعم صناديق الاجتماعية، في علاقة بإصلاح المؤسسات العمومية، تخفيض في كتلة الأجور. معناها هذه المربع اللي دور فيه، زاد كذلك مواصلة الحرب على الفساد اللي هي معناها منصوص عليها في وثيقة كارتاج. نشوفوا أنه نحن في حركة نداء تونس أنه هذا هو اللي لازم والمطلوب اللي نحبذه، أنه كان من الأجدر ومن الأفضل أنه قانون المالية يكون يعكس هذا الخطاب ويعكس هذه الرؤية المعنية العامة الموجودة. لكن قانون المالية معكسش الخطاب، عنا عليه بعض التحفظات اللي هي ما كانتش وفية للروح العامة للخطاب وكذلك لوثيقة كارتاج. ونحن توا معناها في منكبين في لجنة المالية كلجنة، وكمعناها مشاركين في اللجنة بالكتلة نتاعنا، ونصادقوا على القوانين هذه، القوانين المالية، ونصلحوا فيها. أنه ضروري وأنه تحافظوا عن عليه بعض الملاحظات. شنو مثلا؟ أعطيني أمثلة. فما فيه مزيد من الضغط الجبائي، معناها هذا معناها ما يمكنش. عندنا حاجات تعبئة الموارد نتاع الدولة يلزمها تكون معناها في من حاجات أخرى اللي نشوفوها اللي هي موجودة، معناها نجمو ممكنة مزيد معناها من الضغط على المؤسسات الاقتصادية اللي هي بطبيعتها تعاني. وهنا نشوفوا فما 4000 مؤسسة غادر، واحنا نحبوا نحافظوا على المؤسسة، ونحافظوا خاصة على المؤسسة اللي منظمة
ونتجه للقطاع الغير منظم وإدراجه في المنظومة تدريجيا في المنظومة الاقتصادية. هذا كله معناها نحاول وإن شاء الله بحول الله باش نخرج بقانون مالية جديد باش يكون معناها فيه الروح هذه، وإن شاء الله بحول الله باش تشوفوه وإن شاء الله باش يكون في مصلحة البلاد. نعم سي عبد الكريم، قانون المالية وتقديم رئيس حكومة الوحدة الوطنية لقانون المالية معكسش الروح اللي تبنيت عليها وثيقة قرطاج وانتم طرف أساسي فيها الوثيقة هذه؟ معكس بصفة واضحة الالتزامات الموجودة في وثيقة قرطاج. أول نقطة أول محور موجود في وثيقة قرطاج هو كسب الحرب على الإرهاب. صحيح أن عملنا خطوة كبيرة في هذا الاتجاه، لكن كي نشوفوا قانون المالية نشوفوا ميزانية وزارة الدفاع تقلصت مقارنة بالسنة الفارطة. يعني هنا من المعادلة هذه ما نجموش نفهموها. ما زالت البلاد عندها مخاطر نتاع إرهاب كبيرة، وميزانية وزارة الدفاع اللي هي في الخط الأمامي هي وزارة الداخلية في خط أمامي في محاربة الإرهاب نقاوم الميزانية نتاعها نقص. وهذا على منين جاي كل راهو نعذروا أنا العمل المشروع، لأن هي تعملت ميزانية محاسبية. يعني شوفوا برنامجنا في النفقات ونحاولوا نعملوا موارد اللي تغطينا حجم النفقات هذه، سين اوبيراسيون كونتابل قداش لازم النفقات قداش نعملوا موارد. ما هيش مبنية على استراتيجية واضحة، استراتيجية نتاع تنمية واضحة. تو السيد رئيس الحكومة يقول باش نوصلوا 2018 3% و2019 4% و2020 5%، حاجة إيجابية جدا، لكن هذه مبنية على أي فرضية؟ هي قانون المالية لسنة 2018 مبني على مفروض تبني على ثلاث فرضيات، أعطاونا زوز الحكومة والثالثة سر قعدت. الأولى هي نسبة النمو كانت 3% مطروحة في مشروع الميزانية، الثانية هي سعر البرميل محطوط 54 دولار البرميل، والثالثة هي مفروض شعر الصرف الدينار بارابول العملات الأجنبية. هذا ما تعطاش، هذا قاعد سر إلى حد الآن ما نعرفوش ميزانية على أي طريق. وهذا مش يجرنا أكيد رانا مش نقاو روحنا في ميزانية تكملية 2018، لأن إذا بداو ناخذ سعر البريل فقط تبنى على 54 دولار تو فات 60 دولار. يعني من البداية قبل ما نبداو نصادقوا على المالية ونطبقوها عندنا ثغرة لازمنا نلوجوا كيفاش نغطيوها مع التثقيل الكاهل الجبية اللي قاعد صاير وارتفاع سعر العملات الأجنبية. يعني أنا أقول لك من تورنا ماشي هذه تسببنا في مشاكل في ميزانية 2017 وتلزينا ميزانية تكملية من بداية الثورة لتو كل سنة عندنا ميزانية تكملية. الميزانية التكملية 2017 تم صادق عليها تقريبا أسبوع التالي ولا أكثر. وبالتالي من 2004 مش احنا تو نقيموا في الفترة كاين بدينا التاريخ بدا بعد الثورة دونك بدينا نقيموا في النتائج من بعد الثورة دونك وبالتالي لازم أن تكون الرؤية واضحة ولازم تكون زادة العداله الجبائيه. راهو زي ما احنا في البدايه كاتحاد قلنا هذا مشروع القانون المالي هذا فيه بدايه العداله الجبائيه. نسمع ان على مستوى اللجنه الماليه الفصول في بعض الفصول الخاصه بالعداله الجبائيه قاعده تطيح فصل بعد فصل، وهذا فيه مخاطر كبيره، فيه مخاطر كبيره وفيه تخوفات كبيره. احنا نعيشوا عدد الصحفي قبل اعطانا عدد الاحتجاجات، راهو عدد الاحتجاجات بالشكل هذا مش يزيد. نعم سي غازي. والسيد رئيس الحكومة في الخطاب بتاعه مفروض يحكي على قانون المالية وقانون الميزانية، ولكن يعرف أنه هذا القانون اللي قدمه في صيغته مش يقع رفضه، والناس كلها رفضته من خبراء من المنظمة الوطنية حتى من الأحزاب السياسية اللي مكونة لحكومة الوحدة الوطنية. سمعتوا طاوسي المنجي قال لك باش نخرج لكم قانون مالية جديد، وبالتالي اليوم المجلس باش يعمل قانون مالية جديد لا علاقة له بحكومة ما سمي بالوحدة الوطنية. نحن كنا نتمنى السيد يوسف الشاهد في الأوضاع هذا يصارح الشعب ويعطي خطاب صريح يصارح الشعب في الأوضاع الاقتصادية والمالية العمومية اللي عايشتنا بلادنا، لأن اليوم عايشين أوضاع مخيفة. كان ما نحبوش نقولوا أوضاع معناها كارثية بيتم معنى الكلمة. المفروض يصارح الشعب هذا أولا، يزمو يبين الأرقام الحقيقية بعلاقة بحجم التضخم المالي، بعلاقة بحجم العجز في الميزان التجاري، بعلاقة بحجم المديونية اليوم، بعلاقة بحجم الفساد اللي مازال ينخر في مؤسسة الدولة. هذه أرقام يزمو يعطيها، للأسف الشديد ما عطاهاش. من المفروض كذلك أنه يقيم أداء ونتائج حكومته. عنده أكثر من 15 شهر هذه الحكومة وعملت وقدمت قانون مالية 2017 ثم صدقنا على قانون مالية تكميلي. من المفروض يعطينا تقييم لأداء الحكومة نتاعه في المرحلة السابقة باش نجمو نبنيه معناها المرحلة المقبلة. هذا مقبل
قامش به. كذلك يلزم يصارح الشعب ويعطيني ماذا يجرى داخل حكومة الوحدة الوطنية كصراعات اليوم وكأجنحة داخل حكومة الوحدة الوطنية. وهناك أطراف اليوم داخل الائتلاف الحاكم ماشي في اتجاه إسقاطه هو وإسقاط حكومته ومعناه وتأسيس حكومة أخرى تنجم تكون تركيبة متاحة ثلاثية. هذا الشيء راو فيه، ولكن للأسف تمنينا أنه يصارح الشعب حتى كان ما فما شيء يقول راه ما فما شيء وراه مجرد كلام وإشاعات. خلي الناس تطمئن، حتى اليوم رئيس حكومة راه في أوضاع يزمو زاد يعطي الأمل ويزمو يحاول يرجع الثقة ويلزمو يصارح الشعب التونسي باش الناس كلها تنخرط في أي عمل إصلاحي. خاطر هو قال باش نواصل مسيرة الإصلاحات، أنا نقول له أنت مازلت ما بديتهاش باش توصلها، وكان تحب توصلها يلزم الناس كلها تنخرط معاك. للأسف شديد الناس اليوم اللي أنت دخلتهم لحكومتك على أساس هم يكونوا كالسنتور كالحزام السياسي اليوم اليوم هذا من الناس ربما فما شكون ينتقد فيك، وفما حزاب اليوم قاعدة تكون في جبهة برلمانية سياسية أخرى في مواجهة معناها أحزاب أخرى في نفس التركيب. وبالتالي هذا اليوم كان من المفروض يصارح به الناس باش الناس تقبل خطاب متاعه. عذك علاش خطابه ما لقى حتى صدى؟ الرسائل كان في باله باش يوجه الرسائل، هاته الرسائل لم تصل وما ريناهاش وصلت لا للإعلام للرأي العام، وما عطاش لا أمل ولا حاول يرجع الثقة ولا صرح العباد ولا أقنع بمشروعه للمرحلة المقبلة. نحكيه على هوني على كلمة وخطاب علمي براغماتي ممكن فما في برشا ريال بوليتيك نقولوا البراغماتية هذه كانت فيها رسائل للسياسيين، خطاب ما كانش موجه للشعب قبل كل شيء. الخطاب هذا للسياسيين كان فيه رسالة كذلك للأغلبية، وقت يحط يوسف الشاهد الشعب كشاهد على من لا يريد الإصلاح. هوني ما يتحدثش على المعارضة، يتحدث على الأغلبية لو منحتوا تصويتها فإنه الإصلاحات حسبه هو الموجودة في مشروع قانون المالية 2018 فإنها تمر، لو ما مرتش فهو سبب هي الأغلبية اللي ما صوتتش ليه. ثانيا المنهجية كالعادة نشوفوا إنه رئيس الحكومة هوني يعني نراو في الخلفية الأكاديمية إنه مهندس، ونراو فيه الرقم الأرقام المستعملة في كل مرة بالبرهان والدليل يعني العلمي. لكن نحب نقول إنه في نفس الوقت خطاب كان قريب جدا للأرض، يعني مفتحش الباب للحلم، مفتحش الباب اليوم للمناهج الجديدة وشوارع اقتصادية جديدة، ما خلناش نحلم أصلا بإمكانية اقتصاد جديد، اقتصاد رقمي، اقتصاد أخضر، اقتصاد أزرق في البلاد هذه، يعني واقعي أكثر من لازم ممكن، الخطاب سياسي أكثر من لازم. وفي نفس الوقت شفنا أن فما نوع من التجديد للولاء لرئيس الجمهورية. هوني الأب الروحي والأب السياسي ليوسف الشاهد كان موجود أكثر من لازم ممكن في الخطاب هذه، تجديد للولاء وفي نفس الوقت استنجاد برئيس الجمهورية نظرا للحرب اللي نعرفوها القائمة. ما عادش نحكي ولا معركة ولا خلاف ولا اختلاف، نحكي ولا حرب قائمة في صفوف الأغلبية وخاصة في حزب نداء تونس واللي يخدم منه نشوفها المسافة ذي، ونشوفه في فجوة بينه وبين نداء تونس لا يحضر في كذلك في فعاليات الحزب ولا أشغاله ولو هي نادرة لا يحضر، ونشوفه حتى الترحاب اللي لقاه رئيس الحكومة كان محتشم جدا، وحتى التصفيق في آخر الخطاب كان تقريبا غائب مع بعض النواب من النهضة ومن النداء. نشوفه هوني أنه المؤثرات الاتصالية اللي استعملها كذلك رئيس الحكومة ما كانش لها وقع على حقيقة فيما يخص الاستئناس بالآيات القرآنية، وهذا نعرفه شكون نوعا ما كان دائما يرجع له هو الرئيس البيجي قائد السبسي قبل كل شيء، وكذلك التكرار والإصرار. نقول أنه للأسف ممكن على المستوى الإعلامي الخطاب هذا ما لقاش الصدى الكافي باش يخلط للشعب بل نعم. فقط للسياسيين نعم باش تجاوب عليه وائل وصيغات. احنا ماناش حزب تصفيق الساعه باش نصفقوا، وهذيك معناها مبدا عنا ننتقدوا وقت اللي يلزم ننتقدوا. اما نهنيك سي غازي انه راه ما فماش لا محاوله لا لاسقاط رئيس الحكومه ولا للتخلي عليه. احنا توا ما زلنا متمسكين بحكومه الوحده الوطنيه، وما زلنا نتحرك داخل وثيقه كارتاج، وما زلنا متمسكين بحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسها يوسف الشاهد ابن حركة نداء تونس. هذا معناها وصرحنا به صراحة وموجود في بياناتنا، وسيوسف الشاهد يحضر معنا في تظاهراتنا السياسية. ولعلمك معناها في الأربعينية نتاع المرحوم واجب إنساني هذا كان موجود مع أعلى القيادات الموجودة في حركة نداء تونس، وما عندناش حتى إشكالة مع سي يوسف الشاهد. إنما كل ما في الأمر هو فما خلاف في الرؤى من حيث قانون المالية،
وانا هذا قلته لكم من الاول. نهنيك زاده انه راي الحكومه هذه مدعومه سياسيا من طرف الاغلبيه اللي موجوده واللي فعله داخل حكومه الوحده الوطنيه، ومدعومه كذلك من خارج البرلمان من طرف المنظمات اللي موقع على وثيقه كارتاج، ومعنا الاتحاد العام التونسي للشغل ينجم يقول لك. وانا زاده نزيد نقول لك راه ما هواش وقت تغيير حكومات. الآن احنا محافظين على الحكومة ومحافظين على رأس الحكومة وعلى رئيسها. هذا موضوع معناها ينتهي. بس المنج رئيس الحكومة قال وأنه احنا باش نواصلوا في الحوار، ولكن باش نبعدوا على أي تجاذبات سياسية في حال اقتضت المصلحة الوطنية باش ناخذوا قراراتنا. بالطبيعة هو التجاذب السياسي ما يجيش داخل وثيقة كارتاج وداخل حكومة وحدة وطنية، واحنا ما فماش حتى تجاذب سياسي. كل ما في الامر انه احنا حزب مسؤول وعندنا حريه التحرك السياسي خارج دائره الوحده الوطنيه، حكومه الوحده الوطنيه ولا دائره وثيقه كارتاج. عندنا حريتنا في لقاءات معناها مع بعض الاحزاب الاخرى اللي نشوفوها انه ضروري انه من اجل مصلحه البلاد نلتقوا معها. عندنا هذايا هو اللي اثار حفيظه بعض السياسيين انه اللقاء الاخير. احنا شوف الائتلاف الحاكم في افضل الفترات، نحكي على ائتلاف الحاكم الكل، نحكي على ثلاثة احزاب النداء والنهضه والاتحاد الوطني الحر، ونحكي ايضا على المسار وافاق تونس في ظل المشاكل الاخيره اللي صارت. ما فماش عندنا تجزئه، احنا كل ما في الامر انه كان فما لقاء ما بين ثلاثه احزاب اللي هي فازت في الانتخابات بالمرتبه الاولى، وستعقب لقاءات اخرى مع الاطراف الاخرى اللي فما معها عندها بعض الاشكاليات مع الاحزاب هذه. الائتلاف الحاكم اليوم لاباس تشوفوا المصادقة على الميزانيات اليوم، ميزانية وزارة الداخلية، ميزانية رئاسة الجمهورية، ميزانية رئاسة الحكومة، ميزانية مجلس النواب، كلها شكون اللي قاعد يصادق عليها؟ المعارضة قاعد يصادق عليها الائتلاف الحاكم. وتوا بركة معناها فما مصادقات إلى حد الآن ما زلت في مجلس النواب، معناها كان جت فما إشكاليات تبان معناها في التصويت. لكن كل ما في الامر هو فما اختلاف في الرؤى من حيث قانون الماليه اللي حتى حد معناها ما عطى فيه معناها لمحه ايجابيه. واليوم هالقانون هذا هو بصدد الاسلاح، واحنا نعمل على اسلاحه وان شاء الله معناها باش نخرجوا بوثيقه معناها تليق بمستوى المرحله. علاش؟ على خاطر 2018 هي الفرصه الثمينه لاعداد قانون ماليه يشمل جميع الاصلاحات الاقتصاديه اللي تنتظرها المؤسسه واللي ينتظرها المواطن. سي عبد الكريم، ملحوظة تعقيب على كلام الأخ، قال الرئيس الحكومة مسنود الأحزاب الحاكمة ومن الناس ومن المنظمات المنضية على وثيقة كارتاج. حاب نوضح احنا كاتحاد عامة الشغل دخلنا وثيقة كارتاج عن قناعة وعلى مبادئ موجودة في الوثيقة. بالتالي احنا لا ندعم شخص ولا ندعم حكومة، ندعم برامج وتوجهات وردت في وثيقة كارتاج اللي لحد الآن ما نشوفوش أن الحكومة الحالية قاعدة تكرس فيها بصفة واضحة، وخاصة في قانون المالي. ثاني المقاومة على الفساد شدينا أربعة عملنا أربعة خمسة مداهمات وبعد وقفنا، ماهيش مقاومة حقيقية. يا خويا كي نعمل مقاومة ونوقفوا ناس خرج للشعب وصارح الشعب هذا علاش وقفته، أعطي اسمه وأعطي أعطي علاش وقفته، مو شوقين عنده ولا حواجات ماهيش جدية، لازم محاربة إذا كان ما قاومناش الفساد. وهذا اللي أكدوا عليه أغلب النواب خلال الجلسة. بالضبط. كذلك العداله الجبائيه، اذا كان ما نصارحوش شعبنا واذا كان ما نعملوش حد ادنى من العداله الجبائيه رانا ما احناش باش نوقفوا هالمئات ولا 1500 احتجاج اللي قاعد يصير، لان فما ناس قاعده من غير دخل. وبالتالي احنا نشوفوا انه الخطاب هذايا ما كانش في مستوى انتظاراتنا كاتحاد، واكثر قول وثيقه كارتاج ومضيف فيها اثناء. يا اخي وقت الاتحاد الوطني الحر دخل وخرج وثيقه كارتاج، هل ان المشاركين في الوثيقه الكل كانوا على علم وموافقين بهالدخول والخروج؟ علاش ما تمسش شريط الاطراف ثلاثه بداس يقعدوا حدهم ويقروا هذا خرج هذا عيط له عاود دخلوا؟ راه مش هيك الطريقه، مش هذيك السياسه، ومش هيك احترام الاطراف اللي موثق منظيه معك في وثيقه كارتاج ولا. وبالتالي ضروري ان السيد رئيس الحكومه يراجع شويه توجهاته ويحاول ينفذ اكثر ما يمكن ما موجود في وثيقه كارتاج. معناها فما ازمه سياسيه حقيقيه. هذا العالم كله يشهد بها مش تونس. العالم كله يشهد ان فما ازمه سياسيه حقيقيه داخل في تونس. واخرها اللي صار ان يعني كي نسمع انا كلام سي المنجي ونسمع كلامك انت، معناتها سي المنجي فما اكثر توافق وفما اسناد كبير لرئيس الحكومه. كي نسمع كلامك انت وانتم طرف اساسي في وثيقه كارتاج فما ازمه كبيره. يمثل الحزب حاكم عنده حق باش يدافع عليه، واجبه باش يدافع عليه ومخرط في حزب. انا ما عنديش التزام حتى مع حتى طرف سياسي. احنا عندنا ورانا منظورينا ورانا ننظروا للشعب، احنا منظمه اجتماعيه ننظروا لعامه الناس واللي يسحقوا عامه الناس.
وبالتالي كما نقولوا احنا مكافحه الفساد والتهرب. الوضع اللي عايش المواطن والمواطن يعاني. عمرنا ما صار في تاريخ تونس ان البطاطا وصلت 3000، وعمر ما صار في تاريخ تونس ان الاسعار اللي شفناها في الفتره الاخيره ما صارتش في تاريخ تونس، وهذا مو سهل. وبدأت التحركات الحكوميه لضرب المحتكرين، ولكن يلزم المواصله فيها. شوف ضرب المحتكرين مش باش انا نورد كميه من البطاطا باش نطيح 200 فرنك في سعرها. ضرب المحتكرين في الاصل يلزم نمشيو جيست كافون، ما نبداوش نضربوا ضريبه وناخذوا. احنا مشكله عملنا مناسباتي، احنا تو نشوفوا في كل مناسبه وين اغلى شارع رئيس الحكومه سوى هذا واللي قبله يمشي لبير القصعه، كاين يمشي يستبارك ببير القصعه. حتى في الحمله على رؤوس الفساد احنا كاين شادين امام مجموعه من الناس وجمدت الحكايه. الحملات اللي صارت على الحمل الفاسد على وين مآلها؟ شكون يعرف مآلها وين تو؟ الحملات اللي صارت حتى في السنوات الاخيره على كل الستانت البريمي وين نتائجها؟ يعني هذا الكل ما يطمنش الشعب. اذا كان نبداو في اجراء وما نكملوش فيه حتى ونصارحوا الشعب وين وصلنا في النتيجه هذا، رانا ما حناش باش نجموا نتقدموا، ما حناش باش نجموا نضبطوا الوضع الاجتماعي في البلاد. نعم سي غاز، اغلب النواب سامحني في تدخلاتهم، الاغلبيه سواء من الاحزاب الحاكمه او من المعارضه ولا المستقلين، الاغلبيه اكدوا على ضروره المضي قدما في الحرب على الفساد. ما يلزمش نكتفي بمجموعه من الاسماء ونقفوا الغادي. بالفعل هو نرجع شويه بعلاقه انه من الثابت انه التغيير على الحكومات والتحويرات الوزاريه هذه القريبه في الزمن هذا من شانها تخلق عدم استقرار سياسي، وعدم استقرار سياسي لن نجموا نبنيوا معيه، لن نجموا نخطوا به، لن نجموا معناه نصلحوا به، لهم يحزنون. اليوم المجموعه الحاكمه عندها 3 سنوات، عملت لنا 4 حكومات مع 2 رؤساء حكومات، هذا ثابت، هذه معناه هذا ثابت ما نجموش نناقشوا. اليوم سلمونجا قال لك في احسن ظروفها حكومه الوحده الوطنيه، ممثل الاتحاد العام تونس شغل بحذاه، قالوا لا يا ولدي ما فما شيء، نحن مضينا على وثيقه قرار ترتاج، واللي ريناه في وثيقه ترتاج ما ريناهوش قاعد يتطبق. لوتيكاش قالت منظمه الاعراف، قالت نحن كان نصادقوا على قانون مالي هذا سننسحب من وثيقه ترتاج. افاق تونس اش قال؟ قال بالقانون المالي هذا نحن لن نصادق عليه. نواب من الحزب الحاكم اش قالوا؟ اقرا خالد شوكات اش قال؟ قال عملنا وثيقه تقييميه واكتشفنا ان يوسف الشاهد انتهت الصلاحيه نتاعو، هذا قالوا هما مش قلنا نحن سي المنجي ما تبلاوش عليكم، هذا واقع يلزمنا نقر به، فما اشكاليه نقر بها نحاولوا نصلحوا ونمر، نحن مصلحه بلادنا أن يكون هناك استقرار سياسي، علاش عاملين 5 سنوات العالم كل 4 5 6 7؟ لانه يلزم فما استقرار سياسي، هذه كل 6 شهور 7 شهور بدل الحكومه وعمل لي تحوير. هذا لا نصنع به حضارة ولا نصنع به تقدم. نرجع الحرب على الفساد، سيوس الشاهد أنا بجودي دخلت وحرب على الفساد نهار أعلنها نحن ساندناه والناس كلها ساندته، شعب ومنظمات وأحزاب، خاطر عارفوا حتى أولوية التوانسة اليوم ولات الحرب على الفساد حتى قبل الحرب على الإرهاب، وقلنا لا تقل شأن الحرب على الفساد على الحرب على الإرهاب، وراي آفة تنخر في اقتصادنا وفي بلادنا عندها عقود يلزمنا بكلنا نتجندوا ضدها، توكل على ربي ويبدا عمل العمليات الاولى شويه ايقافات، والبارح مازال يحكي هاني باش نواصل الحرب على الفساد. قلت له يا سي يوسف راهو الحرب على الفساد مش نوقفوا 4 مهربين، داكور دو المهربين عندهم علاقه بالفساد، ولكن فما فساد في الدوله، فما فساد في قصر في القصبه، في المؤسسات العموميه، الفساد موجود منتشر، عمل له استراتيجيه وطنيه، عد له العده. اليوم نناقشوا في وزاره الداخليه سيدي قداش عاملين اعتمادات لمقاومة الإرهاب والتهريب، 122 مليار، 5% فقط من ميزانية وزارة الداخلية مخصصة لهذا العنوان، وبالتالي ما فماش جدية. اليوم القضاء يشكو نقص بشري، نقص لوجستي في الإدارة، في الإمكانيات، اليوم مش قاعدين، مجلس على القضاء يتشكى، يعمل في الندوات، يشكي برئيس الحكومة، مجلس على القضاء عامل قضية في المحكمة الإدارية برئيس الحكومة، القضاة اليوم يستغيثون، أعطيونا الإمكانيات خلينا نخدم، تحارب الفساد بدون قضاء ما تنجمش، اليوم صادقنا على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والحكم الرشيد، لحد الآن ما فماش تفعيل، علاش؟ اسهل علاش؟ اليوم هيئه شوق طبيب عندها نقص في الاعتمادات، عندها امر ما صدروه ما صدروش السيد رئيس الحكومه باش يعطيها امكانيه معناها التقصي، هذه مسؤوليه، هيئه الرقابه العموميه ناقصه امكانيات، دائره المحاسبات ناقصه امكانيات، اليوم عنده في قصبه
هيئات وأشخاص اليوم عندهم محل تتبعات قضائية وعندهم شبهات في الفساد. العبد بريء حتى تثبت يدينه، أما عنده شبهة متاع فساد علاش ما يبعدهمش وما يسيبهمش؟ لا فما إشكالية. وبالتالي اليوم سامحني أنا نعتقد أن بقات مجرد شعارات، ما فماش حرب حقيقية، ما نجم ما نقولوش تصفية حسابات، ولكن تشعر ما فماش إرادة، ما فماش جرأة، ما فماش شجاعة، ما فماش عدة وعتاد اليوم لمحاربة الفساد، لأن هذه حرب يتم معنى الكلمة لابد من تشريك الجميع فيها، وتحضر وتحط الاعتمادات وتكون عندك الجرأة باش تواجهها، لأن اليوم تونس تعرفوا هي تقع تحت نفوذ اللوبيات اللي شادين في كل قطاع يتحكموا فيه، وهما معناها اللي هذم الناس، هذم يلزم دولة قوية اليوم باش تواجهها. قبل ما نمر حتى الأجزاء يعني الهامة في الخطاب هذا من حيث الاقتصاد تقنيا ورقميا، حبيت فقط ننوه لشيء، أنه في الخطاب متاعه منهجيا رئيس الحكومة المرة هذه سبق ما يسمى بإنجازات الحكومة، وكأني إنجازات يعني جات وحدها، ما كانش قبلها حكومة أخرى أو كأني يعني كان جات مسقطة كذلك. أولا، ثانيا، فما بعض الأرقام اللي هي مغلوطة النجم نحكي عليها، كما تحدثنا عن الفوسفات، تقدم في الانتاج لا في التصدير، يعني المداخيل نتاع الفوسفات اليوم تراجعت، ما تقدمتش المداخيل هذيا. شكرا على التذكير على الوثيقه للسيد خالد شوكات المسؤول عن الدراسات داخل الحزب وصل بنداء تونس، واللي كانت صدرت في جريده الشروق، قال تحصلت عليها الوثيقه هذيا الجريده، هل هو تسريب؟ هل هي وثيقه رسميه؟ نحب نسالك كوني سيد المنجي لو تسمح، لكن خلينا نختم فيما يخص الخطاب هذايا، تحدث على الذكاء التونسي رئيس الحكومه، لكن ما شفناش التمظهر نتاعو هذاك التونسي في الخطاب او حتى في مشروع قانون الماليه. نحب نذكر بحادثه ولو مش حادثه هي في حقيقه الامر، لكن امر مؤلم نوعا ما، برنامج تونس 2020، تونس الرقميه 2020، المدير التنفيذي للبرنامج هذايا استقال ورجع للقطاع الخاص. اليوم نحكيو على واحد من اهم ممكن المحاور في الاقتصاد المستقبل للبلاد، نشوفوا حتى رجالاته كيفاش يغادروا، لانهم ممكن مش مؤمنين به او شنو السبب ما نعرفوش لتوا. في نفس الوقت رجع على بعض الارقام قلنا اللي تهم التصدير كذلك، اليوم لو التصدير والاستثمار الخارجي زاد هذا راجع كيف كيف وبفضل تدني قيمه الدينار، نذكروا اللي الدينار تراجع ب 15%، وهذا اللي نعرفوه يزيد يشجع اولا المستثمر ويزيد في القيمه نتاع الاستثمارات الخارجيه من حيث الصرف من حيث الحجم، يعني فرق كبير هذا. وباش نختم هوني، كما قلنا رئيس الحكومه وضع يعني حكم واحد واوحد في الخارطه السياسيه وهو رئيس الجمهوريه اللي باش يقايد السبسي، قال له الحل والربط عندك، انا موجود، انا باش نعمل على روحي كيد تنفيذيه للسلطه عامه في البلاد، وما قالش هل باش يتحرر، هل باش يقدم تصورات ممكن هوني حتى نموذجيه، هل باش يعطينا نوع من الفلسفه السياسيه اللي مقتنع بها ومنبثقه عن حكومته. هذا الحقيقه مازال ما تبلورش وما شفناهوش. سلمونجي جاوبوا فقط فيما يخص النقطه المتعلقه بالوثيقه نتاع خالد شوكات. بالنسبه لسي خالد شوكات، احنا معناها هو معروف سي خالد شوكات انه مفكر، انه معتني بالشان العام، يحب معناها يعطي رايه ويحب كذا، عمل وثيقة تخصه هو في شخصه، معناها لا تحمل الحزب في شيء، احنا ما كلفناش باش يعمل لنا تقييم، تقييمه الذاتي، عنده وثيقة سربوا هيلو ولا تسربت ولا غيرها، يعتقد انه عنده نظرته الخاصة كما اي ناشط سياسي في البلاد، كل ما في الامر هو معناها كما قلت لك هو تسريب، والا ربما هو فكر فيه وحده، انما احنا موقفنا مغاير للموقف اللي معناها قدمه سي خالد. احنا ما زلنا متمسكين بحكومه الوحده الوطنيه، وعلى راسها نعاود الدكتور يوسف الشاهد ابن حركه نداء تونس. حتى حد ما يفكر على الاقل معناها الى حد الان في تغيير حكومي، والا في تغيير رئيس الحكومه، والا في التخلي على وثيقه كارتاج. احنا ما زلنا متمسكين بحكومه الوحده الوطنيه وبمخرجات اتفاق كارتاج. نعم، مسبق هو الخالد شوكات وانه عمل التصريح، والحزب قال التصريح هذاك شخصي ماهوش معناها، في كل مره تصدر حاجه على خالد شوكات ماهيش تابعه للحزب. هو عودنا سي خالد معناها بتفكير ومعناها بصوت عالي، وعودنا بالنشريات اللي عنده. أيوة، ولو انه هو تو هو ينتمي الى حزب ويلتزم بمواقف الحزب. شوف هو ما صرحش قال هذا راهو راي الحزب معناها، واحنا رانا فكرنا كحزب. الوثيقه صدق، لكن الوثيقه صحيح نتاعو، لكن ماهيش وثيقه الحزب.
فقط للتذكير لو تسمحوني زينة، وقت اللي راجت الإشاعة حول وفاة رئيس الجمهورية يأكدوا لنا من رئاسة الجمهورية أنه مستثمرين أجانب اتصلوا بالفرقاء السياسيين باش يطمنوا. علاش؟ لأنه فما مستثمرين في الخارج، فما مؤسسات دولية، أخبار من نوع هذه تنجم تخليها تبدل رايها في استثمارات، في تحركات على التراب التونسي. اليوم نفس الشيء بالنسبة لرئيس الحكومة، الانضباط الحزبي حاجة تهمكم، التنظيم نتاعكم حاجة تخصكم صحيح، لكن الأخبار هذه وقت تنبثق عن حزب حاكم راهو تنجم تدخل نوع فعلا. المواقف الرسمية للحزب تخرج في بياناته وتخرج على القيادات العليا اللي فيه، تخرج على الإدارة التنفيذية وتخرج موثقة وينجم يقولها يا اما فيها مكتوبه في بيانات رسميه عن طريق الاداره التنفيذيه، ولا ناطق رسمي ينجم يصرح بها ويقول انا نقول لك راه ما فهمش منه الموضوع هذا في علاقه بالتسريب اللي معناها بالافتعال نتاع وفاه رئيس الجمهوريه، الحاجه المقدسه هذيك كنت باش نعلق عليها في علاقه بالتعليقات نتاع الفيسبوك. اليوم الفضاء الافتراضي والفيسبوك وهل الاسهال نتاع حاله الحريه اللي موجوده في الفضاء ذاك في الفضاء الافتراضي لابد انها تنظم، لابد انه زاد كيف كيف فما الوسائل الاعلام اللي معناها لابد انها تتحرى اقصى ما يمكن في كل ما ينشر. تفعيل اللايكات زاد كيف كيف كهيئه معناها من الهيئات الفاعله لابد ان تقوم دورها. المساله مخطره برشا واختيره، إذا كان معناها نخلوا هالمسائل هذه مسيبة على مصراعيها هكاك لابد وأن ننظموها. تربك تربك الكثير من الأطراف خاصة الخارجية تخدم ضد البلاد، ما هيش مع البلاد. نختم الجزء هذا ولو أنه الجزء الثاني عنده علاقة زادة بالجزء هذا. أفق خليني نقول مشروع ميزانية 2018، اليوم أنا كي نشوف الأحزاب الحاكمة والمعارضة كلها عندها انتقادات كبيرة للمشروع هذا، كي نشوف المنظمة الشغيلة، كي نشوف منظمة الأعراف عندهم انتقادات كبيرة للمشروع هذا. شنو هو مآله هالمشروع هذا في المجلس؟ شنو باش يكون زعما التصويت عليه؟ باش يكون عندنا قانون مالية إن شاء الله بحول الله، باش يكون عندنا قانون مالية، وباش يكون عندنا قانون مالية في مستوى اللحظة اللي تعيشها، اللحظة التاريخية اللي تعيشها تونس، وفي مستوى الوضع الاقتصادي الصعيب. وإن شاء الله باش تكون قانون مالية فيه عديد الإجراءات وعديد الحلول اللي هي تندرج في إطار الإصلاحات الكبرى اللي ينتظرها، الإصلاحات الاقتصادية الكبرى في علاقة بالإصلاح الصناديق الاجتماعي واللي هو موضوع معناها مقلق وموضوع موضوع معناها كبير برشا، ولابد وأنه الناس كلها معناها تتوافق حتى أنه نصلحوا إصلاح حقيقي باش يكون فيه إصلاحات لمنظومة الدعم اللي هي قاعدة تنخر في الميزانية وفي المالية العمومية واللي قاعدة مسيبة كيكة معناها ما هيش منظمة، باش تكون فيه إصلاحات إن شاء الله بحول الله هذا على الأقل باش تكون فيه عدالة جبائية، باش تكون فيه عدالة جبائية أقصى ما يمكن من العدالة الجبائية، باش يكون فيه تنظيم المسالك اللي هي معناها مسيبة اللي هي غير منظمة وإدراجها تدريجيا في المنظومة الاقتصادية المنظمة، باش تكون فيه إصلاحات على مستوى المؤسسات العمومية اللي تنخر زادة في المالية العمومية واللي الدولة كل عام تصب فيها فهمتي فلوس نتاع دافعي ضرائب، هذا ما يلزموش يتواصل. وفرصة قانون المالية لسنة 2018 هي الفرصة الأخيرة، أنا نشوفها هي الفرصة الأخيرة للإصلاح، على اعتبار وأن سنة 2018 هي سنة محورية، العام الجاي فما 2019 فما انتخابات وفما معناها برامج نتاع أحزاب سياسية باش تقدم الانتخابات، وما نظنش أنه باش تكون فما إصلاحات موجعة. اليوم 2018 زاد كيف كيف فما مناخ إقليمي متقلب وفما معناها استقرار في بعض الدول الاخرى اللي باش الدول المانحه باش تتجه لها، ما عادش باش تتجه لتونس. تونس معناها ضحوا معنا توا اكثر من 7 سنوات. نشوف انه قانون الماليه هذا هو الفرصه الذهبيه للاصلاح واصلاح الماليه العموميه واصلاح الوضع الاقتصادي الصعيب. باش نقول لك احنا القانون الماليه نتمناو يكون عندنا قانون ماليه فيه يضمن العداله الجبائيه اللي هي نستبعدوها كاتحاد برشا، انا مش كون لان ما شفناش مؤشرات، شفنا مؤشرات عكسيه بالعكس، شفنا مؤشرات عكسيه ان بعض الفصول اللي تهم النظام مثلا التقديري اللي فيه مئات الالاف من المخالطين انه الفصل هذا يطاح، يبدو ان فما قانون اخر سابق كان حتى اذا كان فما قانون اخر سابق ينظم هذا، ما اعتقدتش ان فما حكومه ما عندهاش علم بالقوانين الموجوده عندها تعرف ان قانون سابق ينظم القطاع ذا، ودي هي تعمل فصل في القانون الماليه باش تنحي النظام الجوزافي او تقلص منه اكثر ما يمكن، وبالتالي احنا ما زلت عندنا تحفظات وننتظروا ان القانون تنتظروا موقفكم باش يكون بعد المصادقه على القانون النسخه النهائيه للقانون. احنا ما نعطيوش سكوك بيضاء، نحبوا القدره الشرائيه اللي ذكرها
رئيس الحكومة في خطابه أنه من المحاور هي المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، نحب أن نلمسوها بصفة فعلية في قانون المالية. المؤسسات العمومية، الأخ حكى على المؤسسات العمومية، أنا ما نشوفش كيفاش في قانون المالية مش نلقاو حل للمؤسسات العمومية. المؤسسات العمومية الحل فيها ما يكونش في قانون المالية، يكون في حوار بين الأطراف الكل، وإذا كان فما ضرورة في إصلاح أي مؤسسة عمومية احنا كاتحاد رانا منفتحين على هذا، وقلناه رئيس الحكومة، قلنا ناخذهم مؤسسة بمؤسسة وكل مؤسسة نقيم وضعيتها ونقيم وضعيتها في السوق، وفما مؤسسات اللي هي في قطاعات استراتيجية المفروض تبقى عند الدولة، هذاك ما فيش نقاش. كل مؤسسات الأخرى احنا مستعدين باش نناقشوا وضعية مؤسسة بمؤسسة ونشوفوا حالة بحالة ممكن نصلحها. نعم سي غازي، هو سنة 2018 كل مؤشرات تبين أنه سنة صعبة حتى في 2017 قلنا الكلام هذا، وفي 2016 قلنا الكلام هذا، دخلنا 2017 نعطيك مثلا دخلنا بنسبة تداين في حدود 62%، نحن اليوم في 69% تقريبا 69 داخلي داخليا مع 14 مليار دينار حجم معناه العجز في الميزان التجاري، داخليا بنسبة معناه عجز في الميزانية كبير جدا، وبالتالي أرقام فظيعة، داخلين في وضع معناه صعب جدا. البترول اليوم كما كنا نحكيه الفرضيه نتاع قانون تقول 54، نحن هاو في 62 اللي صار عمني ارتفعت الاسعار واسعار العملات، مازال الدولار بترول يتكلف 100 مليار وقت تقولوا 8 دولارات صافي 800 مليار من اين باش نجيبوهم؟ وبالتالي الان من المفروض حكومه يوسف شاهد عند صياغتها لقانون الماليه 2018 تاخذ على اعتبار هذه المعطيات الكل وتدخل معناها فما اصلاحات معناها مدرجه وفما مواجهه يلزمها استعجاليه لا الاوضاع الكارثيه المخيفه هذه للاسف شديد. هو تو المشروع عند النواب وعند اللجان نتفقوا، لا قانون الماليه ما خذاش على الاعتبار المعطيات هذا كله، هذا كلام ما نقولوش انا غازي شاويش او التيار الديمقراطي، الخبراء يقولوه، الخبراء اللي معناه على الاقل بشويه حياديه ومهنيه يقولوا الكلام هذا. قصدي الثوب الجديد القانون الماليه النواب هو اللي مشات له جايك، لا من المفروض راهو قانون الماليه هو يعكس الخيارات وسياسات والمنهجات الاقتصادية والمالية لكل حكومة هي تجيبها، والأحزاب الحاكمة تدافع عليها، والمعارضة تنقد التوجهات العامة. اليوم مش باش يقع أكيد الأغلبية ستصادق على قانون مالي، ولكن لن يكون قانون مالية لحكومة يوسف شاهد، سيكون قانون مالية لمجلس نواب الشعب اللي كله حيط حتى طريف نحى لقشة وحط لقشة، مانيش باش نلقاو بناء سليم ومتكامل وواضح يعكس خيارات وسياسات اقتصادية ومالية واضح، بالتالي مش نلقاه شيء من كل طرف حاطين فيه اللي هذا ما نعتقدش باش ينجم يصلح ولا ينجم يواجه الرهانات والتحديات الاقتصاديه والماليه اللي باش يواجهها الاقتصاد التونسي سنه 2018. وائل نختموا بسرعه الجزء هذايا باش نبداو في الازمه، هي راهو داخل في بعضه لي دو سوجي مع بعضهم نفهموا ونقراوا بكل وضوح انه كيفاش تكون زعما التصويت الاطراف السياسيه الفعل اي الاغلبيه اليوم وبالاساس وعلى رأس الأغلبية هذه حزب نداء تونس وحزب حركة النهضة باش يحاولوا يفرضوا أكيد بعض التعديلات، خاصة على ضوء تصريحات سيد نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة، سمعنا شنو اللي قال وكان عنده نقد شديد ولاذع حتى القانون المالي المشروع هذا، باش يحاولوا يفرضوا نوع من التعديلات اللي باش تبان للرأي العام وكأني هي منبثقة عن الأغلبية وليس عن حكومة الوحدة الوطنية، يعني باش كما قال سي غازي هوني أنه الأغلبية البرلمانية باش تحاول أنها هي تخرج للرأي العام تقول هذا المشروع نتاع اللي انا تقدمت به لكم وهو صوتنا عليه. الميزانيات باش تمر وما فيهاش اشكال، فقط فما بعض النقاط السوداء اللي ما ترقلهمش بالقدر الكافي نظن رئيس الحكومه، الا وهم الاستخلاص. اولا الدوله اليوم مش قادره انها تاخذ فلوسها، يعني ما نحكيوش كانك التهريب راه فما التهرب الجبائي اليوم هو يمثل معضله كبيره للدوله التونسيه هوني الاستخلاص، ولو فما اشاره طيبه انه بدات الشرطه الجبائيه تعمل ان شاء الله من 2020 باش يكون عددها 2000 اليوم عون في الشرطه هذه، لكن اليوم الدوله مش قادرة تستخلص. نحكيوا على الرجيم فورفيتير وغيره وغيره، القانون قديم ويمتد على 3 سنوات يعني باش يتم الاصلاح نتاع رجيم فورفيتير، كنا ننتظر ممكن تسريع فيه، هذا اللي ما جاش وهذا اللي سقط. حاجه ثانيه الاقتصاد الموازي ما شفناش ارقام في خطاب رئيس الحكومه، وهوني نظن انه المعارضه وجزء يعني من الاغلبيه لكن بالاساس المعارضه باش توجه له
تخيل اسهمها وبطريقه كبيره، لخاطر هوني فما الفلوس مش عند الشعب اللي قاعد يخلص، وشركات اللي قاعده متازمه وتعيش في على وقع الازمه هذه. وثالثا واخيرا ليكونومي دو رونت، نحكي هوني على اقتصاد المعاشات نوعا ما. يعني مش معقول اليوم انه الدوله التونسيه في القرن 21 مازلنا ما نحبوش نخرجوا الفلوس من البنوك، مازلنا نحبوا نحطوا الفلوس في الحجر. هذا مش معقول في اقتصاد عصري وحديث. هذا ما يخليناش نخلق الثروه، وهذا ما يخليناش نحقق اهداف الثورة جوستومون اللي ذكرها فقط مرة رئيس الحكومة يوسف الشريف. سي عبد الكريم بسرعة تعقب، عندك إضافة؟ قلت بخصوص الفرضيات اللي مش نرجع الفرضيات بنزع عليها الميزانية الدولة، خاصة سعر الباريل اللي هو 54 دولار. لهنا فما خطر كبير، لأنه في منظومة الدعم الحكومة حطت في الميزانية قيمة معينة، وبالطبيعة القيمة المعينة هذيك مش وقع المصادقة عليها. ما زاد على ذلك تأثيراته كل مش حملها المواطن، مش تحملها المواطن يعني بصفة مباشرة وغير مباشرة. المباشرة يعني مش ننتظروا أن سعر المحروقات مش يتزاد أربع أو خمسة مرات في السنة هذه، على الأقل أربع خمسة مرات في الذهب، وانعكاساته على الإنتاج وعلى كل مؤثرات أخرى. بالتالي هذه أخطر نقطة نعتبروها في قانون المالية، هي الفرضية الخاطئة اللي تعاملت عليها، واللي قبل ما يتصادق على الميزانية المفروض أن تعدل تو فرضيتك. نعم. تعدل فرضيتك وتعدل قيمة المخاسر. أكد الشيء هذا قال باش يدير المراجعة الثلاثية يعني كل تريمستر. تفضل. أنت حكيت قبيلة قلت دولة مش قادرة ترجع فلوسها، من الأسباب اللي خلت الصناديق الاجتماعية تعاني في أزمة كبيرة الديون نتاعها عند مؤسسات الدولة. شوفوا تقرير مع زميلنا نزار زغدودي ونبدأ نحكيوا على الترفيع في سنة التقاعد. بسبب الاختلال المتواصل في التوازن المالي لأنظمة التقاعد في البلاد، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل بالتمديد في سن التقاعد في القطاع العام. اتفاق يقضي بالترفيع بسنتين بصفة إجبارية وفق مراحل، مع ثلاث سنوات بصفة اختيارية. اتفاق مبدئي على الترفيع في سن التقاعد بداية من سنة 2019 بسنة بالنسبة لمن سيبلغون سن التقاعد عام 2019، وبسنتين لمن سيبلغ سن التقاعد في سنة 2020، على أنه يمكن بالنسبة لهذه الشريحة الأخيرة يعني اللي يوصل 60 سنة عام 2020 وقبل بلوغ 62 سنة اللي هي إجبارية، يختار وفق مطلب يقدم للمؤجر الترفيع في سن تقاعده إما بسنة يعني إما 63 وإما 64 وإما 65. اتفاق فيه الأمين العام للمنظمة شغيلة نور الدين الطبوبي اللي جدد رفض الاتحاد القانون التقاعد بصيغة الحالية، وحرص المنظمة على إصلاح الصناديق الاجتماعية عبر مسار متكامل يتطلب تضحية مختلف الأطراف من جهة أخرى. احنا ثم حزمة كاملة قدمتها الحكومة باش تعطي معناها التقاعد يكون إجباري على 65، باش نتراجع معناها القيمة معناها المالية نتاع الجراية في عدد السنوات في غيرها. حزمة متكاملة هذه الكل رفضناها، ولكن احنا عندنا معناها مؤمنين أن لابد من خطوات لإصلاح الصناديق الاجتماعية في علاقة بالصحة العمومية وللمحافظة على الخدمات الاجتماعية زي ما تكون متطورة للمنظورين معناها والمخالطين في الصناديق الاجتماعية. عندنا رؤيتنا في حزمة كذلك متكاملة ستطرح مع الحكومة معناها في التفاوض والنقاش، إذا لقينا فيها أذن صاغية بطبيعة الحال سنأخذ بعض الخطوة، لكن دائما وأبدا نقول شريطة أن التضحيات تكون متقاسمة. تجاذبات تأكد تواصل أزمة الصناديق الاجتماعية وخاصة نظام التقاعد اللي يعيش وضعية صعبة إلى أبعد الحدود، على حد تعبير الأمين العام المساعد للاتحاد عبد الكريم جراد اللي أكد أن صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ليس له موارد كافية لصرف جرايات شهر نوفمبر، وهو ما أكد نور الدين الطبوبي بدوره في تصريح الإذاعة شمس اللي قاله زميلي عبد الكريم جراد ما تمشارية أصحيح ما تمشارية، لكن شاشيت هذا الحطة على هذا وحب اسأله هذا الوزير هذا اللي يتكلم قل له منها الجراية نتاع اوان خدمات المسجدية في وزارة الشؤون الدينية نتاع نوفمبر منين جبتوها؟ خذوها نتاع الموظفين الاخرين ومش الشهر الجاي يدبروا منين يدبروا كيف كيف. وضعية صعبة للصناديق الاجتماعية اللي بلغ عجزها 1200 مليون دينار، وهو ما يحتم الإصلاح العاجل والتدخل المطلوب، خاصة وأنه الاتفاق حاصل من حيث التشخيص. نبدأ معك سي عبد الكريم، الترفيع في سن التقاعد ل 62 سنة إجباري و 65 سنة اختياري ما صارش الاتفاق عليه، وهذا اللي أكدته قيادة اتحاد عام تونسي للشغل الكل، وإنما ف
فما مجموعة من أو حزمة خليني نقول إجراءات اللي ما تمش نهائيا الاتفاق عليها، يعني يعتبر الترفيع في سن التقاعد ما زال قيد التفاوض خليني نقول. صحيح هو أنه ما فهمش حتى اتفاق نهائي، لكن زاد كذلك فما الحوض لازم نقولها في للإعلاميين بصفة عامة أن ملف صناديق الاجتماعية راهو موش سن التقاعد، حتى كان نحطوا سن التقاعد 80 عام رانا ما احناش باش نحلموا شكون الصناديق الاجتماعية. هذا هو. وبالتالي اللي قاعدين نحكيوا فيه حتى مع الطرف الحكومي مع شركائنا في اتحاد الصناعة والتجارة ماهوش كان سن التقاعد، هو تشخيص، عملنا تشخيص كامل لواقع صناديق لأسباب العجز، وبدينا نحكيوا في الاقتراحات. تقدمت الحكومة كما قال الأخ الأمين عام بجملة من الحزم، ثلاث حزم، ولا بصراحة كمنظمات وخاصة اتحاد عامة الشغل شفنا أن الحزم المقدمة من طرف الحكومة هي حزم نصفت كل المكاسب اللي حقوها المضمون الاجتماعي طيل حياتهم المهنية وطيلة التاريخ من عام 60 من خلق الصناديق الاجتماعي. كيفاش؟ نعطيك مثال بسيط. الحزمة الأولى فيها الترفيع الإجباري بخمس سنوات بداية من جوان 2018. ترفيع إجباري في سنة تقاعد، نحكيو هنا على القطاع العام، لأن القطاع الخاص ما زلنا ما دخلناش نحكيو في الاقتراحات فيه. في القطاع العام الترفيع الإجباري بخمس سنوات بداية من جانفي 2018. النقطة الثانية هي مردودية السنوات، كان ضروري أن نوضحه. مردودية السنوات يعني في الوقت الحاضر في القانون الحالي عن العشر سنوات الأولى في السنير بيس ومثلين في المضمون الاجتماعي يأخذ 2% على كل عام، العشر سنوات الثانيين يأخذ 3% على كل عام، ما زاد على العشرين سنة يأخذ 2% على كل عام. يعني مثلا مثال واحد، عمل 30 سنة شيخه 20 و30 و20 قبل 70%. بالمقترح نتاع الحكومه يولي ياخذ 60% لان طرح 2% اللي كامل فتره العمل. المقترح الثالث الاجر المرجعي، الاجر اللي على اساسه هو نحسبه الجرايه. في الوقت الحاضر الجرايه هي نسبه نضربوها في اجر اساسي. النسبه قلنا كيفاش نحصلوها، الاجر الاساسي في الوقت الحاضر حسب التشريع الحالي هو اخر اجر يتقاضاه الموظف قبل خروجه للتقاعد، والاخر اجر في التطبيق نتاعه هو معدل اخر 12 شهر اللي هي قابل اكثر من اخر اجر. الطرح نتاع الحكومه انه ابتداء من جانفي 2018 ناخذ معدل ثلاث سنوات الاخيره كاجر مرجعي، وابتداء من جانفي 2019 ناخذ الخمس سنوات الاخيره كاجر مرجعي. وبالتالي في كل الحالات هذيا حاجه اخرى فما عندنا الاسلاك النشيطه، الاسلاك النشيطه كما الموجودين في مؤسسات كما الستيك كما الاس ان سي اف تي، وموجودين كذلك في الوظيفه العموميه المعلمين والعمل يخرج عند سن التقاعد نتاعهم بدايه من 55 سنه، وعندهم تمثيل يوصلهم الى 60 سنه، يعني ياخذوا يزيدوهم 2% على كل عام اللي ينقصوا على 60 سنه. هي كذلك في اقتراح الحكومه حذف كل ما هو تمثيل في كل فرضياته، وبالتالي هذا اقتراح ما يمكنش ناخذه لانه حتى رقمناه احنا كاتحاد، لانه الحكومه رقمت اقتراحاتها مردوديتها على الصندوق، كل اقتراح قدش يجيب لها للصندوق، لكن ما رقمتش كل اقتراح قد مردوديته على معدل الجرايم تاع المضمون الاجتماعي قداش باش يخسر. احنا خذينا امثله، ناخذ مثال موظف عمل 30 سنه وكان الدخل نتاعه معدل جرايته 1000 دينار، بالتشريع الحالي مش ياخذ 780 دينار جراية، باقتراح الحكومه مش ياخذ 567 دينار، يعني تنقيص في جرايته ب 213 دينار. بالطبيعه هذا ما يجيبش يقول الاتحاد عنده شغل، لكن في نفس الوقت احنا كاتحاد عندنا قناعه ان وضعيه الصناديق لابد ان نبدا في اصلاحها لانها تتطلب تدخل سريع، لانه بالفعل سامحني سعد الكريم احنا وضحنا النقطه هذه، ما فماش اتفاق رسمي وهاو علاش؟ قلت لي جمله، قلت لي حتى كان نرفعوا 80 سنه في سن التوقعات رانا مانيش باش نحلوا ازمه الصناديق الاجتماعيه. اكثر من ذلك، لكن نطبقوا هالمقترح اللي كنا قرار فيه نتاع الحكومه ونزيدوا عليه 3% مساهمات. الصناديق ما تخرجش، السنير بيس ما تخرجش من العجز نتاعه، لانه تاكد انه باعتبار احنا عندنا انظمه توزيعيه، الانظمه التوزيعيه مداخيلها مرتبطه اساسا من المساهمات. تعرف سينير بيس ما عنده حتى دخل بخلاف المساهمات نتاع الاجير والمؤجر، وبالتالي هيك علاش احنا اتفقنا في العقد الاجتماعي على ضروره تنويع مصادر التمويل، لأن كل انظمه التقاعد في العالم فيها موارد من المساهمات وفيها موارد اخرى، اما مساهمه مباشره من الدوله او مساهمه عبر الضرائب، هذه كل التجارب الدوليه فيها. احنا اتفقنا على ضروره تنويع مصادر التمويل، هيك علاش كذلك ناقشنا واتفقنا على احداث مساهمه اجتماعيه تضامنيه اللي درجت في قانون الماليه. لكن هنا اتفقنا والنص واضح الفصل نتاعها في قانون الماليه انها مردودها كله يمشي للصناديق الاجتماعيه. كيف جات ميزانيه وزاره الشؤون الاجتماعيه نهار السبت عرضت على مجلس النواب، تم تسقيف القيمه مردودها، يعني هي مش تجيب
اقل شيء بتجيب 350 مليار في السنه. جاء في ميزانيه وزاره الاجتماعي قالوا له عندك 200 مليار فقط من المساهمه الاجتماعيه التضامنيه، وبالتالي والبقيه مش تمشي لميزانيه الدوله، وهذا مش متفق عليه. هذا كذلك من الاسباب اللي خلتنا نقول ورانا ما زلنا ما اتفقناش طونك ما مضيناش، واحنا قلنا نعملوا بعض الاجراءات ونعملوا بعض الاجراءات المصاحبه. اذا كان الصناديق تو زوج صناديق يسالوا الدوله، راهو يسالوا الدوله والمؤسسات العموميه، بالنسبه احنا ما نفصلوش السي ان ار بي اس في الوقت الحاضر يسال المؤسسات العموميه والدوله 650 مليار 650 مليار، هذا اكتوبر 2000 في حدود اخر اكتوبر 2017. الدوله تقول لك، الحكومه تقول لك انا اعطيته دعم في ميزانيه الدوله 2017 ب 500 مليار، صحيح اعطيته، اعطيته من مكان من الافضل تعطيه حقه وما تعطيش دعم. ال 500 مليار تقسموا له اخر قيمه مثل 500 مليار هي 60 مليار تحولوا امس العشيه من وزاره الماليه للصندوق باش كمل جرايات شهر نوفمبر، علاش انا حتى لمس نقول راهو صندوق بامكانياته الذاتيه مش قادر. لكن زاد كذلك لازم نطمنوا اخواننا المتقاعدين باعتبار هذه مؤسسه وطنيه فيها ضمان الدوله، الدوله في كل شهر اذا كان ما فهمش مجبره باش تدخل وتعمل. باش نعطيك زوج ارقام اللي يوضحوا هذا الكل. مثلا بالنسبه للصندوق الوطني للتقاعد الحياتي الاجتماعي، مجمل المداخيل الشهريه مجمل المداخيل اللي دخلها حوالي 283 مليار. الجرايد فقط اللي يصرفها في الشهر حوالي 305 مليارات. يعني عنده نقص على الاقل بين 23 و 25 مليار باش يغطي الجرايد، بدون ما يحسبوا النفقات الاخرى، لا اجور الاعوان، لا كل تكلفه النفقات الاخرى اللي يقوم بها من غير. وبالتالي بالواضح انه لا بد من الدعم. باش كان قاعد عايش هو؟ كان عايش بفلوس الكنعان. لانه المساهمات نتاع زوج صناديق نتاع الكنعان نتاع نظام تامين المرض يخصموها الصناديق ثم يحولوها للكنعان. السي ان ار بي اس عنده تقريبا سنوات 2300 الكنعان في الوقت الحاضر نعطيك الرقم 2835 مليار في حدود اخر في حدود 17 نوفمبر. انا سمعت رقم سي عبد الكريم. لا قلت لك 2835 مليار هذا تعرض علينا في المجلس الاداره الاسبوع الفرط تاع الصندوق الوطني وانا عضو مجلس الاداره. منهم 1350 عند الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي و1485 هذا شنو نتج عنده هذا سمح الكنان بيدها نتائج الماليه نتاعها ايجابيه، البيلون نتاعها اكسيدونتير من اللي بدات، لكن السويله عندها صفر وهي تستحق ما لا يقل على 30 35 مليار في المستقبل. ثم رقم اخر سي عبد الكريم انا سمعته 4379 مليار هي الديون المتخلده لدى المؤسسات الخاصه. ديون الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي انا اقول لك وصلت ل 4000 مليار اصل دين 4379 مليار اكثر من 1000 مليار. جزء كبير منه غير قابل للاستخلاص باعتبارها هي مؤسسات اندثرت مؤسسات غير قابله. وفما جزء اخر، لكن فما جزء هام ضروري ان نستخلصك، علاش احنا قلنا ضروري المراقبه والاستخلاص، لان الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي ما عندناش في حل بخلاف المراقبه والاستخلاص. حتى كي نعملوا اجراءات اخرى مش كافي مع المراقبه والاستخلاص. سلمونجي والله احنا نظرتنا نرجع لك الاخ معناها مختص في الموضوع هذاك، علاش عنده برشا معناها وعنده برشا دراسات وعنده دراسات ويحضر النقاشات. احنا ما نبعدوش برشا في حركه نداء تونس على الاتحاد العام التونسي للشغل، على الاقل متفقين انه فما ازمه وازمه كبيره برشا وعميقه في الصناديق الاجتماعيه. أزمة تنظر بإفلاس الصناديق. لا مو فلسة، هي صناديق مو فلسة مش تنظر، هي خليني نقول تنظر أنا باقي معناها مازال فما مؤسسة اقتصادية وقت بالقانون تفلسها إذا كلاتك أكثر من راس مالها ماهوش هذا. والاتفاق الثاني أنه ضرورة الإصلاح هذا ما على الأقل نلتقوا فيهم، لكن كيف هذا نجموا نتفقوا فيه معناها على بالأطراف كلها بالاتفاق مع الجميع. فما أشوف هي احنا عندنا منظومة متميزة في تونس ونعتز بها معناها في منظومه التقاعد والحيطه الاجتماعيه اللي موجوده عندنا، وهذه معناها فخر لتونس واستطعنا ان نعملوا زوج صناديق من احسن ما ثم معناها بريسك في العالم. لكن معناها عصفت بهم ازمه مؤخرا، نشوفوا انهم معناها ولوا يعانوا معناها في صعوبات كبيره. فما معناها في 2015 كانت معناها حسب ما عندي انه كانت عجز ب 30 مليار فقط، واليوم في 2017 عندهم عجز ب 1250 مليار.
معناها رقم كبير برشا، رغم أنه الدولة قاعدة تدفع وتصب، معناها دفعت الدولة 500 مليار و300 مليار و300 مليار 800 مليار سنوية لإنقاذ 300 في 2016 اللي عملوا 800 في 2017 للسينار هذا معناها هو نتيجة شنو؟ نتيجة معناها عدة معناها مشاكل مع بعضها، تراكمات، فما الانتداب العشوائي اللي صار بعد الثورة، معناها انتدابات كبيرة معناها في غير محلها، هكا جو ان ستوب هذيك، فما عندك زاد العفو التشريعي العام، وشنو معناها الحاجات اللي أثقل بها الصناديق، معناها دخلت فما ناس معناها ما كانتش مدرجة في الصناديق هذه واليوم تاخذ في جرايات منه، فما انفلات معناها في التفريط في المكاسب نتاع الصناديق هذه، الصناديق هذه راهو تجي تشوف تلقى عندها بلاصات في لفايات، وتلقى عندها أحياء في أفضل المناطق الموجودة في تونس، في المنزه، في غيره، لكن القيمة العقارية نتاعها ما هيش مردودية، ما هيش موجودة، خاطر استثمرت هي قبل الصناديق هذه في المسائل هذه، لكن ما عادش عندها مردودية تو. فما عندك المنظومات الخاصة نتاع التقاعد نتاع مثلا الأمنيين نتاع الجيش نتاع المعلمين زيادة اللي يخرجوا مبكرا، فهمتي، ويبقى التواصل معناها الإنفاق عليهم معناها مدة طويلة برشا، الارتفاع الأمل عند الحياة بالنسبة للتونسي، وهذه معناها نفتخروا بها، لكن هي زيادة في حد ذاتها تنجم تخلق مشكل. المهم تراكمات كبيرة، ضروري وأنه نمشوا للحل، الحل احنا نشوفه وأنه ضروري أنه الناس كلها تتقسم التضحيات. فما اليوم في قانون المالية فما المساهمة الاجتماعية بالنسبة للناس كل المؤسسة والمواطن والكل بواحد بالمئة تمشي مباشرة للصناديق. أنا مع الأخوة أنه ضروري وأنها تمشي مباشرة للصناديق، ما تمشيش ميزانية الدولة، وهذا إن شاء الله بحول الله من التنقيحات اللي باش ندخلوها. فما عندك الترفيع في سن التقاعد زادة ضرورة وضرورة ملحة. اليوم التونسي معناه أمل الحياة عند الولادة، فهمتي، مرتفع باهي، معناها في المستوى 75 سنه، ما عادش التقاعد في سن 62 في سن 60 ما عادش معناها مسموح به، ضروري انه نمشوا في اتفاق انه نرفعوا فيه اختياريا واجباريا. فما عندك التدقيق معناها في الصناديق هذه في الحوافز والامتيازات الممنوحه معناها للاطارات اللي عندهم، معناها حاجات مهوله راهي، معناها كي تشوف انت 17 مواء و18 مواء وتشوف معناها حوافز وكراهب وغيره، فما زاد التدقيق في الامكانيات الذاتيه، الموارد الذاتيه اللي تنجم تعملها صناديق هذه، تنجم تبيع سيدي العقارات اللي عندها هذه وتعاود تدرجها في منظومه اخرى في بورصه في غيره في كذا، هذا كله نفكروا فيه مع بعضنا، وان شاء الله القانون كيف يتعدلنا ان شاء الله عندنا فيه ما نقول. هو منظومة الضمان الاجتماعي كلها في خطر، ومش الصناديق تمر بصعوبات وعلى باب الفلا، المنظومة كلها برمتها في خطر، وهذا الخبراء كانوا يتنبؤوا له من التسعينات، مش جديد، يقولوا باش يجي نهار كان باش نواصلوا على النمط هذا وعلى منظومة التقاعد هذا، راه بيجي نهار وباش نلقاو صعوبات، وجاء النهار، وبالتالي هي عملية قديمة اليوم بعلاقة بمنظومة التقاعد أو نظام التقاعد، لابد من مراجعته، وعندها علاقة زادة بالحوكمة داخل الصناديق، لانه فما فساد ينخر، وهذا مش في العهد بعد الثوره، لا من قبل الثوره، ورينا معناها حكايه التعويضات وهكذا، هذا عنده علاقه زادة كذلك بالزيادات في المساهمات، معناها حجم المساهمات اللي ما كانتش في المستوى اللي تنجم تلبي معناه ويكون التعويضات. اليوم نحن نعتقد انه الترفيع في سن التقاعد ضروري، ما فيهوش نقاش ويناقش، يلزم الناس كلها تتفق فيه، فما معناها السن الإجباري والاختياري تنجم العملية تتم بالتدرج، ولكن يلزموا مقاربة شاملة. الترفيع في المساهمات زادة لابد تدرس وتناقش الترفيع في المساهمات على حسب المدخول، وعلى مش الناس كل كيف كيف، فما طبقة معناها ضعيفة هذيك يلزمها حماية خاصة، لابد من مراجعة الأجر المرجعي، لابد نتفقوا زادة، لابد، وبالتالي فما شيء نجم نراجعه، وفما مكتسبات زادة ما يلزمش نحياها كما قلنا، اكتسبها معناها الأجيرة والمتقاعد اليوم على مر السنين، مش توا مش نقول له راهو زميلك يخلص 700 وانت راك بالمنظومه الجديده باش تولي 500، هذا نقول لك مش عادل، وبالتالي المكتسبات اللي تحقق من مسواش، ولكن فما شيء جديد لازم نعملوه بالتجارب المقارنه. اولا لابد من تنويع مصادر التمويل، هذه بالمساهمه فقط نتاع الاجير والمؤجر غير كافيه، اليوم كان فما هالزياده ب 1%، ولكن فما عندنا فما تسمى مساهمه اجتماعيه او ضرائب اجتماعيه، تنجم تثقف
ثقلها على الدخان، على الخمور، على معناها على مواد المهربة زادة، على المواد المهربة. هذا كله مداخيل تمشي مباشرة للصناديق. اثنين، فما إمكانية زادة توحيد الصناديق، يولي عنا صندوق بركة، لأنه اليوم وضعية CNSS أفضل من وضعية CNR. ربما أختي يولي في كل صندوق ملغري أنه نحافظ كل واحد والريجيم متاعه، نفس الصندوق باش نحسمه التصرف الأموال متاعه. كذلك هم جدا إدماج خاصة في القطاع الخاص، معناه القطاع الموازي، هذا من الناس تو اللي ما يخلصوش، لهما ينتفعوا، للمؤجرين متاعهم يدفعوا عليهم والدولة معناه. وبالتالي هذا من يوم حال الوقت، هل في نطاق معناها مكافحة النظام معناها للقطاع الموازي أن الناس هذه يقع دماجهم ويساهموا معناها في الصناديق، منهم هم يتمتعوا، منه الصناديق تتمتع، وبالتالي هي يلزمها مقاربة شاملة، يلزم النقاش معناها يتواصل. اليوم للأسف شديد أنا كريت تصريح الحكومة شيء، والاتحاد يقول معناها مش موجود، نحن نقوله لازمنا نتواصلوا، ولابد في أقرب الأجال نوصلوا الحل، لأنه يجي نهار مع أنه المشروع هذية، والمشروع هذية من 2015 ما هوش جديد، مش مسنة من 2015 تجاذبات، وكان قريب يوصل للحل، وبعد رجعنا للنقص، ولكن لابد نتنازلوا لبعضنا، ولابد نبحثوا على المصلحة باش نجموا نوصلوا. مازالونا خمسة دقائق فقط، وائل تدخل بسرعة قبل ما نعطي الكلمة لسي عبد الكريم. الكل متفقين على التشخيص، وواضح اليوم التشخيص والعجز اللي يعيشوه الصناديق الاجتماعية هي المشكل الوليد نتاع الحيطة الاجتماعية ككل والضمان الاجتماعي. لكن شنو اللي قاعد صاير في نفس الوقت؟ فما بلدان قاعدة راهو تخدم على روحها. نحن لو مازلنا واقفين فما بلدان. أنا قبل ما نرجع المثال المغرب، واللي أقرب الشيء هذا توا من عام رفعوا في سن التقاعد 63 وأمل الحياة أقل منا، نحن 75 عام هما في 73 عام ونص. حبيتوني نتوقف عند تصريح ليك سي عبد الكريم جراد، كان هذا في 11 نوفمبر الفايت، من بعد انتهاء اجتماع الهيئة المديرة خرجت للإعلام وصرحت، قلت نحن كاتحاد عام تونسي للشغل موافقين على مبدأ الترفيع في سن التقاعد، وتفهمنا فيه مع الحكومة، ما رأنا إلا في أحياء. فقط كمل اسمع تصريح كامل وشوف تصريح كامل وموجود على موقع جوهرة FM لو حتى حابين اسمع عليه قبل ما ندخلوا البرنامج. قلت موافقين وفما إجماع داخل الهيئة المديرة على الترفيع هذه، هذا في 11 نوفمبر، في 21 نوفمبر يتقال عكس هذا، وقت اللي رئيس الحكومة في بارد ويعلن عليه، أنتم في النفيذة تعلنوا العكس. النفي هذا والتكذيب هذا جاء في شكل إحراج ممكن للحكومة ككل وحتى للدولة التونسية، يعني الأمور مش مفهومة. بصريح على لسانك لو تسمح سي عبد الكريم، حبيت نستفسر. استفسر أنا صحيح قلت رأي الهيئة الإدارية قبلت مبدأ أول حاجة أول كلمة قلتها مبدأ الترفيع في سن التقاعد، لكن قلت ضروري في إطار سلة من الإجراءات والإجراءات المصاحبة، وهذا موقفنا مازال اليوم ما تغيرش في الاتجاه هذا. وقت لنا نجي نمشي نقترح معك ونتفق معك حكومة، نجي نلقاك من الجانب الآخر، تجي الزيادات العامة في الأجور بتاع اللي مش تبدأ في ديسمبر 2017 وفي 2018 تحطها في بعنوان اعتماد جبائي. ايش معنى اعتماد جبائي؟ يعني غير خاضع الخصم بعنوان صناديق. تعرف السنة الباش مش يخسر فيها، خسر في 2017 200 مليار، مش يخسر في 2018 200 مليار أخرين، بحكم أنها ما كانتش في منح في عنوان الزيادات العامة في الأجور وتدخل في حساب ضريبة. وبالتالي أنا بيدي حتى مع حكومة اليوم تعمل إجراء، وتعمل إجراء مضاد، تعمل إجراء. احنا رانا قلنا رانا مستعدين ومنفتحين على كل شيء، تبقى رانا عندنا حزمة إذا كانت تمشي مع بعضها. كما قلت لك السياسة هذه السياسة الاجتماعية تشوفوها، الضروري استخلاص ديون مؤسسة العمومية زي ما ترجع صندوق، وعندنا مشكلة كبيرة أخرى ما احناش قاعدين نشوف فيها. هالدين نتاع 2835 مليار نتاع الكنام اللي عنده زوج صناديق يجب يبقاو في حل، سينو راهو باش نقعدوا كل يوم. تعرف هذا الكلام ما عندهاش سيوله، اش معناتها الكلام؟ ما قادش تو ما نجمش تخلص الفارماسي سنترال، الفارماسي سنترال تهب تقريبا 250 مليار من الكلام. المستشفيات ما عندهاش دواء، المستشفيات هيك الصحه العموميه قريب 600 مليار يحبوا الكلام. يعني اش خلى القطاع الكل بروك؟ يعني ثلاث صناديق راهو ما نجلوش نفسهم على بعض، نزيدوا في السن، نزيدوا في المساهمات، نبدل رجل مع رجل، هذا كل ما يتحلش ما يحلش المشكله اذا ما يكونش فهم راي. فهم الدول وقت وصلت وضعيه كما كانت نعم عملت قروض دول باش مسحت الارضواج بدات تخدم. راهو الوضع نتاع ديون الكنام اخطر من الواحد الاخرين، لانه مش يوقف السيول على ثلاث صناديق. تو سي ان اس اس احنا حكينا سي ان اس اس في الوقت الحاضر كذلك، اذا يدفع مساهمات نتاع الكنام الكل يحولهم لنا كل شهر ما يلقاش منين يصرف الجيران. قاعد شهريه بدا اول مره ما صرفش ما حولش فلوس الكنام، بدا في افريل 2016، من افريل 2016 الى تو
وصل ل 1350 مليار نتاع الكلام كله. نعم واضح. يظل لي وقت البرنامج انت سامحوني معناها مازالوا عنا ثلاث دقائق بسرعه وائل بسرعه. والله كان تسمح عندي بعض تعقيبات على كلام الاخ لاني فما معطيات ضروري ضيفنا أنا او تفضل سي عبد الكريم انا ندقق فيها. قال انت الانتدابات العشوائيه اللي صاروا هما ثقلوا. انا نقول لك بالعكس الانتداب قطع نظر على عشوائيه ومش عشوائيه هذوك حسموا موارد الصناديق لانه فيه مساهمات دخلت تدخل الصناديق. ممكن على ميزانيه الدوله ثقلوا اي هي لا قلت لك ممكن على ميزانيه الدوله ثقلوا لكن الصناديق فيهم ربح. كذلك العفو العام العفو العام صحيح خسرت ميزانيه الدوله وخسرت الصناديق لان ميزانيه الدوله عوضت هكا السنوات والجرايد وكل حاجه. العقارات نقول لك توهما بالفعل عبء على الصناديق باعتبار الصيانه نتاعهم تكاليف الصيانه ولات تقريبا اكثر من مداخيل الواحد. انت جبت على الانظمه الخصوصيه نتاع المعلمين واحد هنا مش لازم باش نقول فما ثلاثه انظمه خصوصيه اخرى ضروري ننظروا فيهم هما نظامكم انتم اعضاء مجلس نواب الشعب نظام اعضاء الحكومه ونظام سادة الولاد. تعرف ثلاثة انظمه هذوما اعضاء الحكومه يكفي انه يعمل 7 سنين ونص على الحكومه ياخذ 90% جراي. السادة النواب واعضاء الولاد 15 سنه أقدمية يعني أما ثلاثة دورات هنا ولا والي يعني 15 ياخذ 90%. ضرورة المراجعة نتاع الأنظمة هذه أيضا. والنظام الأنظمة الخصوصية هذه من اللي تم إحداثها وهي تسجد في عجز. والعجز نتاعها كان يتكفل به الصندوق. في 2002 عملوا فصل في قانون المالية أن العجز نتاع الأنظمة الخصوصية الثلاثة هذم فقط قد الآخرين ما يعتبروش أنظمة خصوصية. هذا تكفل به ميزانية الدولة. توقف في الوقت الحاضر قداش؟ 16 مليار سنويا تقريبا. على 1400 منخرط بين متقاعدين ومباشرين. 1400 منخرط بين مقاعدين ومباشرين يتكلفوا على المجموعه الوطنيه ب 16 مليار في السنه. فقط بالضبط انا غير مازالونا يمكن ثلاثه دقائق نكمل دقيقه معك سي المنجي دقيقه معك سي غازي ودقيقه معك وائل. هو كلمه اخيره معناها كلمه اخيره في علاقه بالصناديق الاجتماعيه هو وفي علاقه بالتضحيات ونشوف انه الضروري انه كل الضحي الناس كلها معناها. وأول التضحيات أنا معناها نعتقد أنها تجي من الاتحاد العام التونسي للشغل. هي أنه نتجه على الأقل إحنا في ظرف استثنائي وفي وضعية صعبة برشا واليوم معناها الاتحاد معناها عهدناه أنه يضحي. اليوم أنه نضحوا بتجميد الأجور على الأقل في عام ولا اثنين ولا ثلاثة حتى أنه البلاد تتنفس شوية. تعهد أنت باش تجمد الأسعار اللي تعهد لك تو على البلاتو قدام 11 مواطن. أنا خليتني كملت راني قلت لك في المقابل ضروري أنه ضرورة تجميد الأسعار زادة في المقابل وهذه تضحية متقاسمة ما بين الناس الكل على خاطر باش نجموا نخرجوا مع بعضنا راه ما نجمش واحد. هاو جاوبك في المباشر موقفهم واضح سي غاز. المحور الرابع من العقد الاجتماعي تم إبرامه ومضى سنة 2014 ينص على ضرورة مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي وهناك هيئة ثلاثية في الاتحاد والحكومة قاعد تخدم هذه مطالب منها نتسرع في وتيرة فهمتي العمل وتوصل إلى حل في أقرب الأجال فيه معناها حزمة كاملة من الإجراءات لمراجعة المنظومة برمتها مش فقط علاقة نزيد ورانا في السن التقاعد باش نحلوا الإشكال. هذا رو ما يحلش الإشكال يلزم مراجعة معناها شاملة ومقاربة شاملة اليوم لمنظومة الضمان الاجتماعي برمتها. وإن نختم معك. اليوم باش ما نحكيوش على خوصة حتى في مجال التقاعد وفي المجال الاجتماعي لازم راهو نبداو في الترسانة الإصلاحية القانونية الإجرائية. اليوم لازم نحرروا الطاقات راهو عباد قاعدة تغادر في البلاد هذيا مش على خاطر ما فماش تقاعد راهو على خاطر مش قاعدة تشوف في مستقبل مش قاعدة تشوف في أمل. خليوا العباد تخدم وخليوا العباد تتحرر خلي الطاقة تخرج خلي العباد تبدع. اليوم بالحق رانا في حاجة للإصلاحات هات نبداو حتى سي عبد الكريم نعرف اللي الترفيع في سن التقاعد مش باش يحل الأزمة مش مش حل حتى ب 10% لكن هات نبداو. اليوم الترفيع في المساهمات كانت على الاجير كانت على الاعراف كانت على الدوله اليوم لازم نساهموا به الشيء هذا ونبداو به. كما قلت قبيله سي غازي فما المساهمات الاستثنائيه هات نلتجئوا لها وفما المساهمات الاجتماعيه وفي اطار الاقتصاد التضامني راهو اليوم هي الحل وما عندناش بدائل اخرى. يعيشكم رجاء نبداو هذا هو نبداو لا اكثر لا اقل بضمانات حقيقيه. أنا مش تاخذ من عندي ترفيع في السن وتاخذ من عندي ترفيع في المساهمات وأنت في المقابل كدولة ما تعمل شيء. عندك أنت من بعد سلاح لا ما عندي سلاح ذو حدين هو لكن نووي لا لا عندك من بعد لا لا أسلحة لا كافية باش تجيبها ممكن لا الخيالات اللي تتحدث عليها لا مش هذه ضروري تكون فما ضمانات واضحة و واضحة
شكرا لكم ضيوفي الكرام، سلمونجي الحرباوي نطق رسمي باسم نادي تونس، سعد الكريم جراد امين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل مكلف بالحمايه الاجتماعيه، سي غازي شواشي امين عام تيار ديمقراطي. وائل نتقابلوا ان شاء الله مش الاسبوع القادم لانه المجال اللي باش نحتفلوا بالمولد النبوي شريف ان شاء الله مع احتفالات القناه بالمناسبه الفضيله هذه، ان شاء الله الاسبوع اللي بعده نتقابلوا معكم مع تحيات في كامل الفريق خاصة أول فريق ديمي معادة البرنامج وصدق دغيم. صباح الخير.